الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة مباراة هامة جدا، مباراة النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد السكندري. الحقيقة منذ نهاية المباراة السابقة ضد نادي الزمالك وكلام كتير جدا عن أن استاد برج العرب وماذا سيحدث في استاد برج العرب، هل المباراة هتتلعب في برج العرب ولا لا، ولا والمباراه امبارح اتنقلت الماكس وبعد كده رجعت برج العرب تاني بعد رفض الامن ان يلعب النادي الاهلي والاتحاد السكندري مباراته في استاد الماكس، ولكن رجعت المباراه في النهايه الى استاد برج العرب. خليني ابدا بس اتكلم مع حضراتكم في شيء هام جدا، ان استاد برج العرب خلال الفتره اللي فاتت اكتر استاد استقبل مباريات واكتر استاد هو سبب رئيسي في ان كره القدم المصريه تستمر سواء في البطولة الأفريقية أو في بطولة الدوري العام. ده لازم نقوله. أرضية الملعب تعبت، أرضية الملعب ما كانتش جيدة في المباراة السابقة، هناك أشياء كثيرة جدا بتحدث خلال الفترة اللي فاتت وصيانة هتحصل خلال الفترة اللي جاية، ولكن استاد برج العرب من الاستادات اللي شهدت مباريات كثيرة جدا 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 وأنقذت مباريات كثيرة جدا سواء في البطولات الأفريقية لناديين الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومن قبله المصري أو حتى في مباراة الدوري العام. فخلينا نشوف إيه اللي هيحصل، خلينا نمشي واحدة واحدة مع المباريات وإيه اللي هيحصل في المباريات. النهاردة مباراة النادي الأهلي ضد نادي الاتحاد السكندري في استاد الجيش ببرج العرب. كلام عن أن هناك المباريات القادمة أو المباريات الإفريقية القادمة للنادي الأهلي سوف تنقل إلى استاد الجيش في السويس. هل الكلام ده حتى الآن ما فيش أي حاجة رسمي جات للنادي الأهلي تخص هذا الموضوع؟ الكلام اللي بيدور أن لو استاد برج العرب قدر أن هو أو المسؤولين في استاد برج العرب قدروا أن هم يزبطوا أمورهم قبل مباراة النادي الأهلي القادمة ستلعب المباراة في استاد برج العرب، ولكن الأقرب هو استاد الجيش في السويس، لأنه هناك كلام كثير جدا عن هذا الموضوع حتى الآن، ولكن لا شيء رسمي وصل للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة يفيد بنقل مباراته مع سان داونز إلى استاد الجيش بالسويس. ده لازم حضراتكم تكونوا عارفين هذا الموضوع. ممكن كمان 10 دقايق، كمان نص ساعة، كمان ساعة يوصل حاجة رسمي، هنقول لحضراتكم فورا إن المباراة سوف تلعب بشكل رسمي في استاد الجيش بالسويس، ولكن حتى هذه اللحظة المباراة لم تنقل من استاد برج العرب. وأن هناك كلام كثير جدا يخص هذا الموضوع، إن مباراة النادي الأهلي أو مباريات الإفريقية عموما خلال الفترة القادمة سواء للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك ستلعب في استاد الجيش بالسويس. عموما استاد الجيش في السويس، استاد الجيش في برج العرب، كلها بالنسبة لنا أو بالنسبة للنادي الأهلي ما عندناش أي مشكلة. إحنا يهمنا في المقام الأول أن يكون هناك عدد وتواجد جماهيري كبير في مثل هذه المباريات، لأن المباريات دي خلاص بقى إحنا بنتكلم عن أن النادي الأهلي سيلاقي سان داونز في دور الثمانية في البطولة دوري الأبطال. هتبقى مباراة واحدة هنا، مباراة هنا في القاهرة، ومباراة في جنوب أفريقيا، وبالتالي النادي الأهلي سيحتاج إلى مؤازرة جماهيره الدائمة. وكالعادة النادي الأهلي محتاج دائما جماهيره، ومحتاج كل الناس تفضل معاه، ومحتاج ان جماهيره لو استاد الجيش في برج العرب بيشيل 60,000 نتمنى ان احنا نشوف 60,000، لو استاد الجيش في السويس بيشيل 40,000 50,000 نتمنى ان احنا نشوف 40,000 50,000، لان انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيروح ورا ناديه في اي حته سواء في برج العرب او حتى في السويس. نتمنى ان الامور دي تستقر خلال الفتره اللي جايه، لان احنا كل شويه او كل ساعه بقرار او كل ساعه بيحدث امر من الصعب ان احنا نعرف ايه الصح وايه الغلط. عشان كده بنقول لحضراتكم ان اول ما تيجي حاجه رسمي هنبلغ حضراتكم فورا اذا تم نقل مباراه النادي الاهلي امام سان داونز او المباريات الافريقيه القادمه سواء لنادي الاهلي او لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه احتمال ان هي تنقل الى استاد الجيش في السويس. ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم فيما يخص ارض الملعب. الحقيقه قبل بس ما اتكلم عن موضوع مهم جدا عايز اتكلم مع حضراتكم فيه، خلينا بس نروح كالعاده الحقيقه لزميلنا كريم احمد من فندق الاقامه، فندق اقامه اللاعبين، ونشوف اخبار فريق النادي الاهلي. يا كريم ازيك؟ حبيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك وكل متابعي ملعب الاهلي. طمنا على الاخبار، يعني النهارده انت مغير لنا الشكل فكويس، فطمنا على الاخبار.
يمكن زي ما بنأكد كابتن اسلام تحدي جديد بدوافع جديده ومتجدده لفريق النادي الاهلي ومباراه صعبه في ظروف صعبه على ارضيه الملعب اللي اكيد انت اتكلمت عليها بشكل كبير وهتتكلم كمان يا كابتن اسلام على ارضيه الملعب. كنا بنتمنى المباراه تكون في ملعب يصلح للعب كره القدم، مباراه قويه الاتحاد السكندري والنادي الاهلي، مباراه قويه اكيد طليقه بالفريقين، تكون لو كنت بد تكون الظروف يعني احسن من كده شويه، لكن النادي الاهلي يمكن عنده ظروف صعبه، متواجد هنا في الاسكندريه قبل مباراه الاهلي والزمالك القمه 117، فضل البقاء انه يكون متواجد ايضا في الاسكندريه استعدادا لهذه المباراه، مباراه الاتحاد السكندري، مجهود كبير ولابد ان احنا نوجه كل التحيه للاعيبه النادي الاهلي على الهدف اللي هم حاطينه قدامهم وهي تحقيق بطوله الدوري العام. كل مباراه ليها هدف، ليها حسابات، ليها يعني حسابات كثيره جدا مع لاعبي النادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني. خلاص اللي النادي الاهلي انهى استعداده بشكل رسمي لهذه المباراه، امس يمكن كان في تدريب قوي لمستر مارتن لاسارتي كان بيتكلم بشكل كبير مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ولابد يكون في تجديد دوافع بشكل مستمر، وده اللي بياكد عليه الكابتن سيد الجهاز الفني. لعيبه طبعا يا كابتن اسلام مع المعسكرات المستمره بشكل كبير، وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي، بيبقى في ملل من التدريبات، بيبقى في ملل من التركيز، لكن في مجهود كبير بيبذل من الجهاز الفني، كابتن سيد، كابتن طارق، كابتن يوسف، الكل بصراحه بيشتغل مع لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان الخبرات اللي متواجده في الفريق امثال فتحي وعاشور والشناوي، كل اللعيبه كمان بتتكلم بشكل كبير على اهميه هذه المرحله، لابد يكون في تركيز كبير جدا للاعيبه النادي الاهلي ابتداء من مباراه الاتحاد وبعديها النادي الاهلي. ايضا كمان هيتم الفصل بشكل كبير من مباريات الدوري العام وايضا كمان البطوله الافريقيه. ارجع معاك للاخبار والكواليس وايضا كمان اخر الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يا كابتن اسلام. في محاضره فنيه اخيره للجهاز الفني بقياده مستر لاسارتي المدير الفني، بيحاول طبعا ان هو يتكلم على طريقه اللعب، الجمل التكتيكيه اللي كان بيطبقها امس في التدريب الاخير، الثغرات، نقاط القوه والضعف، كل الامور طبعا والقراءه الجيده اللي بيوجدها مستر مارتن لاسارتي من خلال الفيديوهات المستمره مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاجتماعات المكثفه مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. خلاص يمكن الامور محسومه، التشكيل كمان يمكن المره دي الامر يكون مختلف شويه، يعني مستر مارتن من معلوماتنا من خلال اللي احنا عارفينه هيبقى في تدوير لبعض اللاعبين نظرا للتلاحم الكبير والارهاق الكبير اللي بيقابل لعيبه النادي الاهلي، مش قادرين ان احنا نقول التشكيل بشكل كامل او نقدر نقول بعض العناصر، يعني اقدر اقول لك ان جيرالدو يكون متواجد النهارده، وليد ازار يكون متواجد، حسين الشحات، لكن بشكل عام ما نقدرش نقول التشكيل لان فيه يعني نقدر بعض التدوير النهارده وبعض اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك خلال المباراه الماضيه ممكن تكون متواجده في هذه المباراه بنسبه كبيره جدا على راسهم كمان وليد ازارو، لكن بشكل عام الكل مستعد، مجرد ان احنا بنصل الملعب الامر بيكون مختلف، وزي ما اكد بنسبة كبيرة كابتن اسلام يعني وارد جدا يكون احمد فتحي متواجد، كمان كريم ندفد اللي عايز اكد عليه وجوده واستعانة به من مستر مارتن لاسارتي بعد ايقافه في مباراة الزمالك متواجد في فندق الاقامة، ادى تدريب قوي جدا وكان ليه جلسة مع مستر مارتن لاسارتي. حسام عاشور ايضا كمان كان في اهمية كبيرة جدا وفي تحفيز كبير من الجهاز الفني لحسام عاشور. في بعض الامور كده في الجزء الامامي لفريق النادي الاهلي، من الواضح النهارده هيكون في اختلاف في بعض العناصر، اكيد الحفاظ على القوام الاساسي بشكل كامل لفريق النادي الاهلي، لكن هيكون في بعض برضه صالح جمعه بنسبه كبيره يكون متواجد، هو طبعا ايمن اشرف الوحيد اللي غادر معسكر فريق النادي الاهلي لتجدد الام الظهر من جديد، فالتفضيل كالعاده من الجهاز الطبي مستر مارتن للعوده الى القاهره، يعني بعض الجلسات البسيطه يتعملوا طبعا، ينزل مغطس ثلج، امور طبعا كلها تكون ريكفري اللاعب للاستعانه به في سان داونز. من الوارد وبشكل كبير جدا يكون النهارده ياسر متواجد مع سعد سمير، احمد فتحي زي ما بنقول متاكد، لكن المكان نقدر نقول احمد فتحي في المنتصف، هل هيكون في ناحيه اليمين؟ يعني الامر شويه يمكن مجهول بالنسبه لنا، حتى يمكن بعض الناس بتجتهد على التشكيل يكون متواجد، الناس يمكن قالت ان محمد هاني وايمن اشرف وسعد سمير ايضا وياسر ابراهيم وعلي معلول في المنتصف، كريم منيدفيد وحسام عاشور وحسين الشحات، جيرالدو وايضا صالح جمعه ووليد ازارو، ده اللي يعني الناس بتتكلم عليه وده الناس اللي بتقول ان ده الاقرب، لكن يعني ما نقدرش نقول ان احنا كنا متواجدين في غرفه المحاضره طبعا لمستر مارتن ان هو بيقول التشكيل، لكن في بعض العناصر اللي باكد لك عليها هتكون متواجده في المباراه ما كانتش متواجده في مباراه الزمالك، لكن بشكل عام الكل مستعد زي ما بقول لك، الدوافع المتجدده للاعيبه النادي الاهلي ده الامر المهم جدا اللي حابين ان احنا بنتكلم ونخاطب جمهور النادي الاهلي، ناكد ان في دوافع بشكل مستمر وفي اصرار كبير جدا وجديه للاعيبه النادي الاهلي رغم كل الظروف المحيطه كابتن اسلام، مع اللاعبين، مع التلاحم الكبير، مع المباريات، السفر كمان رحله لسه كمان سان داونز يمكن رحله تستغرق 10 ساعات 8 ساعات بالطائره وايضا كمان ساعه ونص في الباص اللي يكون متواجد في مطار جنوب افريقيا، لكن بشكل عام النادي الاهلي ان شاء الله يكون جاهز، النادي الاهلي عنده المقدره في ظل كل
هذه الظروف أن يسعد جمهور النادي الأهلي ويستعيد سلسلة الانتصارات من جديد في خلال دقائق بسيطة جدا. يتوجه النادي الأهلي إن شاء الله إلى فضل كابتن إسلام. عايز أسألك برضو عن اللعيبة بينها وبين الناس تحب تعرف الحاجات دي، اللعيبة بينها وبين بعض بعد مباراة نادي الزمالك ومباراة القمة 117 وكل ما قيل عن هذه المباراة والكوميكس اللي اتعملت على حمام السباحة والكلام ده كله، هل اللعيبة بيتكلموا مع بعض ازاي؟ أنا عارف إن أنت دايماً متواجد معاهم ودايماً موجود معاهم ودايماً بتنقل الأخبار طبعاً اللي ممكن تقدر تقولها، لكن الكواليس اللي ما بين اللعيبه هل خلاص يعني طبعا اتكلموا عن المباراه بعد المباراه، مباراه الزمالك بعد المباراه، ودلوقتي اكيد مركزين في مباراه الاتحاد، ولكن خلال اليومين اللي فاتوا كان كلام اللعيبه عن مباراه الزمالك ايه؟ يعني كانوا متوقعين ان هم نكسب، كانوا متوقعين ان احنا كده كويس، ان احنا تعادلنا في ظل الاجواء، بيقولوا لبعض ايه او بيتكلموا مع بعض ازاي؟ انا عايز اكد لك يا كابتن اسلام ان يمكن من خلال حتى مداخلاتي معاك في ليله المباراه وفي يوم المباراه وما اعلنا التشكيل طبعا كان على شاشه قناه النادي الاهلي بكل اللعيبه اللي شاركت، كل اللعيبه اللي كانت متواجده في المباراه، الهدف كانت 3 نقاط، لكن اللعيبه بعد المباراه مباشره يمكن الملعب اثر عليهم بشكل كبير جدا، كان امر صعب جدا لعيبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان عنده هدف واستعداد قوي جدا، استعد بكل قوه في الاهلي الجزيره او في مختار التتش، عاد الى الاسكندريه بتركيز كبير جدا ونقلناه أكتر من مرة لجمهور النادي الأهلي، لكن الأحاديث عقب انتهاء المباراة الملعب كان هو الأمر الفاصل في هذا الأمر، لكن مع صلاحية الملعب ومع التركيز الكبير اللي احنا كنا شايفينه مع لعيبة النادي الأهلي 3 نقاط كانوا يكونوا من نصيب النادي الأهلي يا كابتن إسلام، ده يمكن كان أمر مهم جدا، اللعيبة يعني مجرد نزولها الملعب الأمر اختلف بشكل كبير جدا، لأن خلاص أنت مجرد أنت تصل إلى الملعب وتشوف أرضية الملعب لا نقدر تنفذ جمل تكتيكية ولا تقدر إن أنت تنفذ أي أمر خالص مع السوق الأرض اللي احنا بنتمنى بالظبط يا كابتن إسلام النهارده كمان الأمر يعني بنتمنى ان الارض تبقى جاهزه كمان للمباراه، هل حصل لان احنا عارفين ان مباراه الاهلي والزمالك على برج العرب في البطوله الافريقيه، لا يمكن الاستاد بيتجهز لمباراه اليوم، لكن الصح او ان احنا نقول ان كنا بنتمنى ان اتحاد الكره يعني خلاص استاد الماكس استاد ارضيته كويسه، المطر ما كانش فيه كتير وما كانش باثر بشكل كبير جدا، لكن القرار طلع ثم العوده من جديد الى استاد برج العرب امر كان صعب جدا طبعا، لكن انا عايز ارجع معاك لمباراه القمه، هي قفلت صفحه مباراه القمه، لكن لعيبه النادي الاهلي كان عندها هدف وحيد وهو الفوز في حاله جوده الملعب والظروف المناخيه تكون مساعده فريق النادي الاهلي، وزي ما تابعت يا كابتن اسلام شفت المباراه وشفت النادي الاهلي مدى الجديه والقوه والالتحامات القويه جدا اللي كانت بتدل ان في اصرار كبير جدا عشان النادي الاهلي يقدر يحقق 3 نقاط، لكن خلاص يمكن صفحه واتقفلت، النهارده مباراه لا تقل اهميه عن مباراه الزمالك، فرقه الاتحاد فرقه مميزه جدا لديها مدير فني مميز جدا، مباراة محتاجة تركيز، محتاجة حسابات فنية، سيناريوهات عديدة جدا بيتكلم عليها مستر مارتن، بيحاول انه يحضرها بشكل كبير مع اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله كابتن اسلام النادي الاهلي يستعيد من جديد سلسلة الانتصارات، جمهور النادي الاهلي منتظر عودة الانتصار من جديد للنادي الاهلي، وباذن الله النهارده تكون 3 نقاط المباراة من نصيب النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن اسلام وفي اي استفسار كريم، يعني انا طبعا هستنى بعد المحاضرة ان شاء الله لو في اي حاجة تخص التشكيل تبعت لنا، لو اول ما تعرف تشكيل المباراة الرسمي تبعت لنا مباشرة علشان برضو تكون دائما وكالعادة قناة النادي الأهلي هي أول من يقول تشكيل النادي الأهلي في مثل هذه المباريات الهامة. أنا بشكرك جدا يا كريم على تعبك خلال هذه الأيام، شكرا جزيلا، ولو في أي حاجة احنا موجودين. شكرا جزيلا كريم، زميلنا كريم أحمد من فندق الإقامة، ولو في أي حاجة هنجيبها لحضراتكم على طول، احنا مستنيين بس المحاضرة إن شاء الله تخلص ونقول لحضراتكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. زي ما سمعتوا من كريم أن من الممكن جدا أن يكون هناك بعض الروتيشن في هذه المباراة، يعني أسماء كتيرة جدا ممكن ما تلعبش وأسماء كتيرة جدا ممكن وبالتالي أسماء كتيرة جدا هتلعب في هذه المباراة، ده اللي احنا عارفينه دلوقتي، ولكن هل ده هيحصل؟ هل التشكيل الرسمي لما ينزل هنلاقي فيه بعض المفاجآت أو بعض التدوير لبعض اللاعبين؟ يعني هل ممكن نشوف حسين الشحات؟ هل ممكن نشوف صالح جمعة؟ هل ممكن نشوف أحمد فتحي؟ أسماء كثيرة جدا جدا، بيني وبينكم الله يكون في عونه مارتن لاسارتي دلوقتي، يعني سبحان الله جت علينا ايام ما بنبقى كنا قاعدين هنا على الاستوديو هنا في ملعب الاهلي كنا بنقول مش لاقيين راس حربه يلعب، مش لاقيين تحت راس حربه رقم 10 يلعب، مش لاقيين، دلوقتي بسم الله ما شاء الله. تخيلوا حضراتكم ان احمد فتحي بقاله 3-4 ماتشات جاهز وما لعبش، قاعد احتياطي حتى هذه اللحظه. تخيلوا حضراتكم ان في رباعي في وسط الملعب جاهزين سواء كريم نيدفيد او عمرو السوليه او حسام عاشور، وخلاص حمدي فتحي كمان داخل في المباراة خلال الفترة القادمة. تخيلوا حضراتكم
ان في حسين الشحات وفي رمضان صبحي وفي جيرالدو وفي اجاييه وفي صالح جمعه وفي ناصر ماهر وفي مروان محسن وفي وليد ازارو وفي صلاح محسن. الحمد لله الامور ابتدت تمشي، الامور ابتدت تظهر بشكل جيد. عايز اقول لحضراتكم لكل الناس اللي زعلانين من هذه المباراه وكل الناس اللي بتقول لي انا وجهه نظري تقييمي لمباراه الاهلي والزمالك السابقه، انا لا استطيع ان اقيم مثل هذه المباراه في الحقيقه. هي مباراه لا يمكن تقييمها سواء للاعبين او للجهاز الفني، لانه انت كنت بتلعب الحقيقه في ظروف مختلفه تماما عن اللي كنت او عن اللي كنا ننتظرها جميعا. انا كنت متخيل ان لو هذه المباراه الملعب او الاجواء حوالين الموضوع او حوالين المباراه جيده، اعتقد ان المباراه دي كانت هتختلف بشكل كبير جدا لما يملكه الفريقين الحقيقه سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك من امكانيات كبيره جدا جدا. فانا مش عايز حضراتكم تزعلوا. مباراه القمه 117 انتهت بحلوها وبمرها. خلينا بقى نركز في مباراه الاتحاد السكندري. بالمناسبه واكيد حضراتكم عارفين هذا الكلام، مباراه الاتحاد السكندري بثلاث نقاط، مباراه نادي الزمالك بثلاث نقاط ايضا. نادي الزمالك فقد نقطتين ونادي الاهلي فقد نقطتين بالتعادل السلبي في المباراه السابقه. واللي استفاد او اكثر المستفيدين هو نادي بيراميدز الحقيقه بعد فوزه امس على بتروجيت بهدفين مقابل شيء، واصبح الفارق ما بينه وما بين النادي الاهلي نقطه واحده، ولكن هناك عدد من المباريات، ثلاث مباريات اعتقد لصالح اقل للنادي الاهلي وايضا ثلاث مباريات اقل للنادي الزمالك. ولكن دلوقتي النادي الزمالك 54 نقطه، النادي الاهلي 52 نقطه، نادي بيراميدز 51 نقطه. وبالتالي احنا مستمتعين الحقيقه واحنا قاعدين بنتفرج على الدوري العام المصري. كل اللي يهمنا ان النادي الاهلي يكمل مسيرته خلال الفتره دي. التسع مباريات السابقه الحمد لله اللي قبل مباراه الزمالك كسبناهم كلهم، ما زالت سلسله الانتصارات بتستكمل يعني بعد تسع مباريات وتعادل، بعد تسع فوز وتعادل. النهارده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع مره اخرى للفوز من خلال نادي الاتحاد السكندري. مباراه صعبه، مباراه مهمه، زي ما كريم قال عندنا او نادي الاتحاد عنده مدير فني متميز، عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين. نتمنى ان احنا نشوف مباراه تليق باسم الفريقين سواء النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري. وانا بتكلم على نادي الاتحاد السكندري، الحاج محمد مصلحي، يعني انا راجل اسكندراني واعرف الحاج محمد مصلحي من حوالي 20-25 سنه. الحاج محمد مصلحي واحد من افضل الشخصيات اللي تقدر تتعامل معاها، شخصيه محدن، ومن حق كل رئيس نادي ان هو يبحث عن افضل شيء لناديه من وجهه نظره ومن وجهه نظر مجلس ادارته. بالمناسبه يعني نادي الحاج محمد مصلحي، بس الميزه بقى في الحاج محمد مصلحي لما بيجي يطلع يتكلم على النادي الاهلي او فيما يخص النادي الاهلي، بيتكلم بكل حب وبكل ود وبكل ترحاب وبكل احترام، كل حاجه الحقيقه. لكن من حق الحاج محمد كرئيس لمجلس اداره النادي الاتحاد السكندري ورئيس واحد من اكبر واهم واعرق الانديه السكندريه وفي مصر طبعا، ان هو يبحث عن مصلحه ناديه بما يراه مناسبا. فانا مش عايز برضو جمهور النادي الاهلي يزعل من حد في الاتحاد السكندري، لانه زي ما قلت لكم عندنا مجلس اداره مثلا في النادي الاهلي فبيبحث عن مصلحه النادي الاهلي. لكن الاحترام المتبادل اللي موجود دايما ما بين رئيس نادي الاتحاد السكندري ورئيس نادي الاهلي، اعتقد ان ده سيظل موجود، لان الاثنين شخصيات محترمه، شخصيات محترمه، مش بيتكلموا اي كلام ولا بيقولوا، لا بيطلعوا يتكلموا في الوقت المناسب. وحتى لو ليه او هناك اختلافات في وجهات النظر بيتم تداولها ما بين الناديين بشيء من الاحترام او بشكل كبير من الاحترام اللي دايما احنا بنحب كده. احنا ممكن جدا، انا ياما بختلف مع ناس كتيره جدا، ولكن لما بنيجي نتكلم بنبقى عارفين ان احنا جوه قناه النادي الاهلي، بنبقى عارفين ان احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي او باسم قناه النادي الاهلي، وبالتالي يجب ان يكون هناك شيء دائم من الاحترام ما بيننا وما بين الجميع. ممكن نختلف وجهات النظر، ولكن الكلام لازم يبقى فيه احترام. كل الناس اللي بتتكلم بدون احترام يعني اعتقد ان هم ما بيبقوش دايما ليهم حب او الناس بتحبهم اكتر من الباقي. عموما نرجع مره اخرى، انا بس عايز اتكلم في حاجه قبل ما ادخل على المباراه. صالح جمعه، صالح جمعه واحد من اللاعبين الجيدين جدا، وبالمناسبه انا يمكن كنت اكتر واحد سواء يمكن في القنوات السابقه اللي كنت بشتغل فيها كنت بنتقد صالح جمعه بشكل كبير جدا جدا جدا، وكنت حتى لما بشوفه في اي مكان خارج النادي كنت بقعد اتكلم معاه كتير قوي، اقول له اللي انت بتعمله ده غلط، واللي انت بتعمله ده كذا، واللي انت بتعمله ده كذا، واللي انت بتعمله ده كذا. صالح جمعه منذ عودته ومنذ قيده في القائمه المحليه في النادي الاهلي وقيده في القائمه الافريقيه الحقيقه بدايه من شهر واحد، احنا حاسين بصالح جمعه مختلف، حاسين بصالح جمعه ماشي بشكل
رائع الحقيقة، سواء في التدريبات سواء في الالتزام، ده بناء على الكلام اللي بنعرفه من المجموعة اللي موجودة أو الإداريين اللي موجودين، وإحنا برضو بنفسنا بنبقى بنشوف الدنيا كلها والناس كلها بتشوف بعض، مصر كلها أوضة وصالة زي ما بنقول، فبنشوف بعض في كل حتة. فاللي عايز أقوله لحضراتكم أن صالح جمعة خلال الفترة اللي فاتت أو خلال اليومين اللي فاتوا تعرض لحملة غريبة جدا جدا جدا، وأنا للأسف الشديد كنت نفسي أحط لحضراتكم الصورة اللي ركبوها لأحد لاعبي نادي أو أحد اللاعبين في أوروبا وهو يعني بيشيش، أنا بقولها لكم هو بمنتهى الصراحة، وحطوا عليها صورة صالح جمعة. الحقيقة شيء أنا ما بحبش الكلام ده إطلاقا ولا بحب أتكلم فيه، ولكن زي ما كنا بننتقد صالح جمعة عندما كان عقله مش في راسه، عايزين برضو نقف مع صالح جمعة في الوقت اللي احنا أو اللي هو شايف إن هو النادي الأهلي محتاجه، وإن هو ماشي بشكل جيد جدا وملتزم بشكل جيد جدا خلال الفترة اللي فاتت، وهيعمل حاجة إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. زي ما حضراتكم شفتم من امبارح وأول امبارح كوميكس كتيرة جدا وكلام كتير جدا على السوشيال ميديا يخص هذا الموضوع، إن صالح جمعة ماسك شيشة وبيشيش. الكلام ده الحقيقة مش صحيح، الكلام ده الصورة دي هي صورة عارية تماما من الصحة ولا فيها أي حاجة، هو واحد بس كده من كارهي النادي الأهلي، وأنا مش عايز أقول طبعا هي صفحة معينة، مش عايز أقول هي صفحة إيه، ولكن هما هي صفحة من الصفحات اللي بتكره النادي الأهلي، حطت صورة صالح جمعة وعملوا عليه بقى القصة دي كلها، وبعد كده رموها في كل حتة في السوشيال ميديا عشان الناس، عشان الأهلاوية يزعلوا مرة تانية من صالح جمعة. بقول لحضراتكم وعن اقتناع تام إن صالح جمعة ماشي بشكل جيد جدا سواء جوه الملعب أو بره الملعب، وبالمناسبه بره الملعب اهم كتير جدا 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 من جوه الملعب. بره الملعب هو ده اللي بيوصلك ان انت تبقى موجود جوه الملعب، عشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكم من الكلام ده، اعرفوا ان الكلام اللي بيحصل ده ما هو الا مجرد سلسله من الخبطات اللي كارهي النادي الاهلي بيعملوها علشان يوقفوا النادي الاهلي، ولكن سيظل دائما النادي الاهلي ماشي في طريقه، النادي الاهلي ماشي في طريقه. ولو تفتكروا حضراتكم من حوالي قد ايه يا جماعه، من 3 أسابيع او من شهر، انا قلت لحضراتكم الفتره اللي جايه هتبقى فتره كلها اشاعات، فتره كلها تخبيط في لعيبه النادي الاهلي، لان هو مش قادر يعمل اي حاجه تانية، عمال يقول اصل مجلس الاداره، مش بتكلم على شخص معين، انا بتكلم بشكل عام، اي حد بيكره النادي الاهلي او اي حد عايز يوقف مسيره النادي الاهلي بيطلع يتكلم على مجلس الاداره دول بيعملوا كذا وكذا وكذا. مجلس الاداره طبعا عندنا ناس محترمه ما بتردش إلا في الوقت المناسب، ما بتردش غير بالقانون وبالورقة وبالقلم ومن خلال متحدث رسمي. خلاص لقى الموضوع هنا مقفول، مداخلين في حتة تانية، فعايزين يخشوا فين؟ عايزين يخشوا فين اللعيبة؟ قال لك أحمد فتحي ووليد سليمان، أنا سألت الراجل هنا في سهرة معه لما كان معايا لسارتي، وكلمت وسألته سؤال مباشر، قلت له إيه موضوع أحمد فتحي ووليد سليمان؟ هل هناك أي مشاكل ما بينك وما بين أحمد فتحي ووليد سليمان؟ قال لي اطلاقا وليد لسه ما رجعش، مصاب لسه ما رجعش، ولما يرجع ان شاء الله هيبقى له دور. احمد فتحي قال انا بلعب ب 11 لعيب، لو عايز لو ينفع ان انا العب ب 12 كنت هلاعب احمد فتحي، لو ينفع ان انا العب ب 13 كنت هلاعب وليد ازارو. فهو ده الكلام اللي دايما الناس بتقوله، فخدوا بالكم من الكلام ده. الحمله خلال الفتره اللي فاتت كانت على صالح جمعه، اليومين اللي فاتوا شافوا ان صالح كده ايه ابتدى يخش في المود وابتدى يخش يبقى مع الفريق وابتدى يبقى موجود، فالناس ابتدت تعمل ايه؟ الناس ابتدت تشكك جمهور الاهلي في صالح جمعه، ولكن صدقوني لو في اي حاجه تخصه اول واحد هيطلع يكلم حضراتكم في هذا الموضوع هو هنا ملعب الاهلي. يمكن يكون الدقائق اللي لعبها في نادي الزمالك قلقت النادي شويه، وبعد المباراه اشادت لاسارتي بصالح جمعه، ولو تفتكروا برضه لاسارتي لما كان معايا اتكلم بشكل جيد جدا على صالح جمعه وقال قد ان صالح جمعه لعيب ملتزم وهيبقى ليه فرصه وهيبقى ليه دور خلال الفتره اللي جايه لما كان موجود معايا هنا في سهره معه. وبالتالي الناس ابتدت تقلق، اصل صالح لو رجع لمستواه يا جماعه صدقوني، او لو رجع يلعب مره اخرى وخد مباريات صدقوني هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي جدا جدا. تخيلوا بقى صالح جمعه وناصر ماهر الاثنين بقى ايه بيتخانقوا خناق رياضي، خناق رياضي عشان ما حدش ياخدها من بقه يقول لك ده بيتخانقوا في الملعب مين اللي هيلعب.
مين اللي مش بلاش يتخانقوا، بيتنافسوا مين اللي هيلعب في الملعب، والقرار النهائي والاخير في ايد المدير الفني مستر مارتن لاسارتي. تخيلوا ناحيه الوينج اليمين او الجناح الايمن في حسين الشحات، في رمضان صبحي، في جيرالدو، ناحيه ثانيه في اجاييه، في وليد سليمان لما يرجع، اسماء كثيره جدا واسماء. فهتلاقوا التنافس ما بين اللاعبين تنافس رياضي محترم، تنافس رياضي في التمرين، والقرار النهائي دائما ما يكون في ايد المدير الفني. عشان كده بقول لحضراتكم مباراه الزمالك انتهت خلاص، مش عايزين نفكر في مباراه الزمالك، لسه قدامنا مباريات قادمه. تاني حاجه خدوا بالكم، وكل مره انا هطلع اي حاجه هتحصل في اطار هذا الموضوع هطلع اقولها لكم، لان احنا هنا اول ناس في ملعب الاهلي حذرنا حضراتكم من هذا الموضوع، حذرنا جمهور النادي الاهلي من الاشاعات اللي بتبقى تريد انقسام الفريق، من الاشاعات انقسام الفريق. فاي حاجه هتحصل هنقولها لكم، ولو بالفعل هي حقيقه صدقوني انا يعني انا شخصيا ما بعرفش، لازم اطلع اقول الحقيقه، لازم اطلع اقول ان لو لا قدر الله في مشكله او في حاجه هقول لحضراتكم دايما ان في مشكله. بالمناسبة النهاردة وإحنا بنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ومباراة نادي الاتحاد السكندري، واحد من أفضل اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت الكل أشاد بيه، سواء مستر مارتن لاسارتي، مستر أجيري في مع منتخبنا الوطني، لاعب من اللاعبين الجيدين جدا جدا جدا، واللي أصبح واحد من أهم اللاعبين بالنسبة حتى لجمهور النادي الأهلي. النهاردة بيكمل عامه الـ30 عمرو السولية، كل سنة وأنت طيب يا عمرو. هنشوف علي معلول بيلعب كرة، عبد الله عايز يعدي وبيوسع ووسع لنفسه وعايز يمرر وعدت لحمودي، ولكن دخل في الزحمة، وادي تسديدة، جول 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 جول، عملها السولية، عملها السولية، وبيضع أول أهدافه في الدقيقة 45. عمرو السولية دي ما ترجعش، يحطها بلياردو بترتطم في القائم، ولكن بص شوف خلص الكرة، ودي كرة هات وخد وعدت ولمسة، جول 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 جول، هدف أول. عمرو السولية بيتقدم من وسط الملعب وبيحط أحلى هدية لكل الأهلوية بالعرض، ممكن الثاني هو السولية، والهدف الثاني يحرزه عمرو السولية في الدقيقة 33 من الشوط الثاني بهدف جميل بأسيست روعة الروعة. ممكن التسديد، السولية المدفعجي ما بيرحمش، السولية والتالتة ثابتة، مش ممكن يا سولية، مش ممكن على التسديد. دايما كل سنه وانت طيب يا سولية، ودايما نشوفك في احسن حال. دايما اللعيبه اللي بتبقى عيد ميلادها او اعياد ميلادها من المعروف ان دايما بيبقى دايما ربنا بيديهم هديه كده، فممكن النهارده تكون هديه عمرو السولية لجمهور النادي الاهلي ان هو يحرز هدف او يعمل مباراه جيده. انا ان شاء الله متاكد ان عمرو السولية لو لعب النهارده وما كانش من اللاعبين اللي ممكن يتعمل عليهم الروتيشن خلال الفتره اللي جايه، زي ما كان دايما مستر ميرتن لاسارتي بيقول، اعتقد هو هيعمل مباراه جيده جدا. بالمناسبه ايضا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار واللي ماشي بخطى ثابته جدا خلال الفتره الاخيره، سعد سمير، كان عيد ميلاده امبارح، كل سنه وانت طيب يا سعد سمير، ان شاء الله عقبال 100 سنه ونشوفك كده افضل اللاعبين في هذا المكان. طيب زي ما قلت لحضراتكم هي مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد السكندري، مباراه لا تقبل القسمه على 2. خلينا بقى نروح نشوف جرافيك مباراه اليوم، وبعد كده زي ما حضراتكم عارفين وكالعاده دايما في الاستوديو، في استوديو قناه النادي الاهلي او في استوديو ملعب الاهلي، يبقى عندنا 3 فقرات رئيسيه في الساعتين اللي ما قبل المباراه. الفقره الرئيسيه الاولى دكتور احمد ثابت هيكون معايا في بعض الارقام الاحصائيه، وهو واحد الحقيقه احمد ثابت واحد من افضل الناس اللي بتشتغل في هذا المكان بشكل جيد. وبرده بالمناسبه انا اسف بس يا سمير دقيقه واحده، لانه في حلقه الاهلي والزمالك احمد اخطا في طريقه سرده لمباريات الدوري وعدد السنين اللي لعبها النادي الاهلي، او لم يستطيع نادي الزمالك ان يفوز فيها على النادي الاهلي، حط الدوري مكان الكاس والكاس مكان الدوري. طبعا اتعملت عليه قصه واتعملت عليه الليله، وواحد من هنا طلع يتكلم كلمتين، واحد من هنا طلع يتكلم كلمتين. بالمناسبه يا جماعه احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا لو اخطانا، حتى لو كان الخطا غير مقصود، ان احنا نطلع نقول لحضراتكم ان احنا اخطانا، ولكن للاسف الشديد احنا يعني الراجل كان بيتكلم مثلا يعني ان 120 مباراه او 10 سنين ولا 15 سنه
نادي الاهلي نادي الزمالك لما استطاع الفوز على نادي الاهلي في الدوري، وحوالي 5-6 سنين لما استطاع الفوز في الكاس، والمفروض العكس يعني، هو المفروض العكس، فما حصلش حاجه يعني، كله في الاخر نادي الاهلي وكله في الاخر نادي الزمالك. يعني في النادي الاهلي هو هناك فارق كبير جدا جدا في عدد البطولات، في عدد المباريات الاقل او اللي اتهزم فيها النادي الاهلي، وكل الامور دي في صالح النادي الاهلي دائما سواء في الدوري او في الكاس. لكن احنا دايما عندنا الشجاعه، عندنا ان احنا نطلع ونقول ما عندناش اي مشكله، حتى لو كان الخطا غير مقصود، حتى لو كنت انا شفت مثلا ان مباريات الدوري هنا ومباريات الكاس هنا، او انا كنت بكتبهم بطريقه بسرعه قبل الهوا فكتبتهم غلط فقلت هنا مكان هنا، لا ما عندناش اي مشكله. كل اللي عايز اقوله لحضراتكم بس ان دايما ما تبصوش لمثل هذه الامور، احنا بنحاول دايما نصحح من اخطائنا، اذا كان عندنا اخطاء حتى لو كانت غير مقصوده دايما بنحاول ان نصحح من اخطائنا من خلال هذه الشاشه. دايما اساتذتنا الكبار اللي موجودين بيعلمونا كده، دايما بنتعلم منهم كده، يا جماعه لو اي حد اخطا مفيش اي مشكله، انت بشر، لكن في النهايه حتى لو كان الخطا غير مقصود يجب ان تصحح من خطأ. وده حصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن زي ما انتم حضراتكم او زي ما حضراتكم عارفين اللي بيكرهوا النادي الاهلي او اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي، بلاش كلمه اللي بيكرهوا دي، اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي مسكوا بقى في الموضوع ده وقال لك مش عارف ايه وايه وايه وايه. عموما احنا ما عندناش مشكله، قول اللي عايز تقوله قوله، لو انا قعدت اتفرجت عليكم اساسا هطلع كميه غلطات وكميه اخطاء غير طبيعيه، لكن انا الحقيقه ما بشغلش دماغي غير بشغلي في قناه النادي الاهلي، غير بالنادي الاهلي، غير بفريق النادي الاهلي، ما بنشغلش نفسنا بامور اخرى. تعالوا بقى نروح نشوف جرافيك هذه المباراه. مباراه اليوم ان شاء الله 2 ابريل 2019 نادي الاتحاد السكندري سيلاقي النادي الاهلي، وطبعا المباراه مباراه نادي الاتحاد السكندري في الاسبوع 27 من عمر الدوري العام المصري. نتائج مباريات الاسبوع 27، المقاولين والمصري هدفين لكل فريق، كانت مباراه ممتعه الحقيقه. ايضا سموحه وادي دجله، نادي سموحه او نادي وادي دجله بيفوز على نادي سموحه بثلاثيه مقابل هدفين في مباراه مليئه بالاخطاء التحكيميه. يوم الاحد 31 مارس كانت مباراه النجوم وتعادل ايجابي مع الداخليه بهدف لكل فريق، الحقيقه الاثنين خدوا بعض ووقعوا، ومصر المقصه بيتعادل سلبيا مع الجونه والاثنين في موقف جيد. مباراة اليوم 2 ابريل 2019 مباراة الزمالك والاسماعيلي اتأجلت، ومباراة طلاع الجيش كانت امبارح فاز على حرس الحدود بثلاثية مقابل لا شيء، وبيراميدز بيعود مرة أخرى للدوري العام المصري ويفوز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء زي ما قلت لحضراتكم، ويصل للنقطة 51 ليقترب من النادي الأهلي بفارق نقطة واحدة. في الدوري العام موسم 2018-2019 الثلاث 2 ابريل النهارده في ثلاث مباريات زي ما حضراتكم شايفين، في واحده ما بين مباراه النادي الاسماعيلي والمقاولون العرب، وحتى هذه اللحظه بعد انتهاء الشوط الاول ولا لسه الشوط الاول شغال، النادي الاسماعيلي متقدم على نادي المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء. المباراة الثانية في نفس التوقيت إمبي والإنتاج الحربي، ولكن في الأسبوع 27 1-0 لصالح نادي إمبي، وحتى الآن برضو في الشوط الأول إمبي متقدم على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. أحمد شكري لاعب نادي إمبي أحرز هدف مباراة إمبي، وكريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي بيحرز هدف التقدم حتى الآن على النادي المقاولون العرب. إن شاء الله في سهرتنا اليوم الاتحاد السكندري سيلاقي النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30، وحنكون دايما مع حضراتكم من خلال قناة الأهلي. يوم الأربع 3 إبريل نادي الزمالك سيلاقي نادي سموحة في الأسبوع أو مباراة مؤجلة من الأسبوع 24، هتبقى في تمام الساعة 7. الهدافين هذا الموسم احمد علي كامل لاعب المقاولين ب 14 هدف، وخالد قمر اتحاد سكندري 12 هدف، محمود علاء لاعب نادي الزمالك ب 12 هدف، باولو لاعب الداخليه 10 اهداف، كهربا 10 اهداف لاعب نادي الزمالك، بيكلي لاعب نادي مصر المقاصه 9 اهداف، ثم صلاح امين لاعب نادي النجوم 9 اهداف،
ابراهيم اناضاي لاعب وادي دجله 9 اهداف، اوباما 8 اهداف، انا اسف لاعب نادي الزمالك، وجون انتوي لاعب مصر المقصه ب8 اهداف ايضا. جدول ترتيب فرق الدوري العام المصري، نادي الزمالك اول من 23 مباراه يملك 54 نقطة، أما النادي الأهلي في المركز الثاني أيضاً من 23 مباراة ويملك 52 نقطة. هو ده الثلاث مباريات أو المباراتين اللي أنا قلت لحضراتكم الفارق ما بين نادي بيراميدز و أو نادي بيراميدز ونادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن نادي بيراميدز من 25 مباراة عنده 51 نقطة في المركز الثاني. المصري مع مديره الفني القدير إيهاب جلال من 26 مباراة عنده 42 نقطة، مصر المقصة من 27 مباراة مع الكابتن طلعت يوسف يملك من النقاط 40 نقطة، أما المقاولون العرب قبل مباراة اليوم في عنده 26 مباراة وعنده 36 نقطة قبل مباراة اليوم، حتى الآن نادي الإسماعيلي كسبان نادي المقاولين العرب بهدف مقابل شيء أحرزه كريم بامبو. نادي الإسماعيلي ما تزال المباراة بتتلعب حتى هذه اللحظة 22 مباراة عنده 32 نقطة قبل مباراة اليوم اللي كسبان النادي الإسماعيلي فيها المقاولين العرب. الإنتاج الحربي لعب 26 مباراة وعنده 32 نقطة، والمباراة مقامة حاليا أمام نادي إنبي ومغلوب نادي الإنتاج الحربي بهدف مقابل شيء من نادي إنبي اللي في المركز الأخير لما نوصل له. الاتحاد السكندري اللي حيث سيلاقي النادي الأهلي في المركز من 26 مباراة عنده 32 نقطة وفي مركز مستريح. طلائع الجيش في المركز العاشر ب 31 نقطة، وادي دجلة في المركز الحداشر من 27 مباراة عنده 30 نقطة. الجونة في المركز الاتناشر بعد تعادله سلبيا أمس مع مصر المقصة من 26 مباراة عنده 30 نقطة. حرس الحدود بعد هزيمته من طلائع الجيش في المركز التلاتاشر من 27 مباراة عنده 29 نقطة. أما الداخلية في المركز الأربعتاشر بعد التعادل الإيجابي مع النجوم من 27 مباراة في بخمسة عنده 25 نقطة. سموحة الحقيقة اللي علامات استفهام كبيرة على الرغم من تعرضه لأخطاء تحكيمية واضحة جدا في المباراة السابقة، ولكن برضه يظل بالنسبة لي وبالنسبة للكتير جدا جدا سموحة بيمثل علامات استفهام كبيرة جدا. في المركز الخمستاشر من 26 مباراة عنده 25 نقطة. أما بتروجيت بعد هزيمته أمس من بيراميدز من 27 مباراة يملك 25 نقطة. ونادي النجوم بعد تعادله السلبي مع الداخلية في المركز ال 17 من 27 مباراة عنده 24 نقطة. أما إمبي في المركز الأخير من 18 في المركز ال 18 الأخير من 26 مباراة عنده 23 نقطة، وما زال متقدم حتى هذه اللحظة على نادي الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء في المباراة المقامة حاليا في مباراتين الإسماعيلي والمقاولين بتتلعب دلوقتي. الإسماعيلي متقدم على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء أحرزه كريم بامبو، وإنبي متقدم على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء أحرزه أحمد شكري. طيب قائمة النادي الأهلي في هذه المباراة: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، باسم علي، ومحمود وحيد. أما خط الوسط: عمرو السولية وناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، صالح جمعة، جونيور أجاييه، جيرالدو، محمد شريف، كريم نيدفيد، وخط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن، صلاح محسن. طبعا مارتن لاسارتي مدير فني. اما قائمه نادي الاتحاد السكندري في حراسه المرمى: الهاني سليمان، واحد من اكثر اللاعبين اللي بتضيع وقت في العالم، يعني المفروض الهاني كان يلعب في احد الفرق اللي بتلعب في شمال افريقيا، بيني وبينكم يعني كانت هتبقى مناسبه جدا. الهاني سليمان ومحمود الزنفولي دول اثنين في حراسه المرمى. خط الدفاع: محمود رزق ومحمد انور وولا سيلفا واحمد توفيق ومحمود شعبان والسيد سالم وهشام صلاح. اما خط الوسط: نور السيد وخالد الغندور واحمد نبيل مانجا وعمار حمدي، واحد من اهم وافضل الصفقات المعاره من النادي الاهلي لنادي الاتحاد السكندري والمنضم حديثا عمار حمدي للمنتخب الوطني، كريم الديب، كريم ممدوح، رزاق سيسي، فوزي الحناوي، خالد قمر، توني سيلفا ومحمد ناجي. رزاق سيسي واحد ايضا من افضل اللاعبين، وخالد قمر واحد من افضل المهاجمين في الدوري العام المصري. طيب طاقم التحكيم لمباراة اليوم:
حكما للساحه كابتن جهاد جريشه، اثنين حكام مساعدين احمد حسام طه وهاني خيري، اما حكم رابع عمرو الشناوي، وحكم خامس طارق مجدي واسامه اسماعيل. هداف النادي الاهلي مروان محسن، وهداف نادي الاتحاد السكندري خالد قمر. نادي الاتحاد السكندري من 23 مباراة أو نادي الأهلي من 23 مباراة فاز في 16، تعادل في 4 مباريات، خسر 3 مباريات، سجل 38 هدف، استقبلت شباكه 15 هدف، عدد النقاط 52 نقطة في المركز الثاني. أما نادي الاتحاد السكندري عدد المباريات 26 مباراة، فاز في 7، تعادل في 11، خسر في 8، سجل 34 هدف، استقبلت شباكه 43 هدف، يملك من النقاط 32 نقطة في المركز التاسع. طيب بعد كده، امتى النادي الاهلي بيجيب اهداف في الدوري العام؟ النادي الاهلي في الربع ساعه الاولى 4 اهداف، في الربع ساعه الثانيه من الشوط الاول 6 اهداف، في الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول 6 اهداف، ثم في الربع ساعه الاولى من الشوط الثاني 5 اهداف، وبعدين النص ساعه الاخيره كالعاده 17 هدف من 38 هدف. في الربع ساعة قبل الأخيرة من 61 ل 75 8 أهداف، والربع ساعة الأخيرة ب9 أهداف. إمتى النادي الأهلي بيخش في مرمى أهداف؟ النادي الأهلي في أول ربع ساعة هدف، ثاني ربع ساعة هدف، ثالث ربع ساعة هدف. أول ربع ساعة في الشوط الثاني 6 أهداف، وأول وثاني ربع ساعة في الشوط الثاني هدف وحيد، وآخر ربع ساعة 5 أهداف. طيب على الجانب الاخر بقى، نادي الاتحاد السكندري عدد الاهداف اللي بيسجلها وبيسجلها امتى؟ خدوا بال حضراتكم من الارقام 3 7 5 7 2. افضل حاجه او افضل وقت لنادي الاتحاد السكندري هو الربع ساعه الاخيره في عمر المباراه، بيحرز فيها او احرز فيها من ال 33 هدف اللي جابهم، ولا 34 هدف اللي جابهم 10 اهداف. 3 اهداف في الربع ساعه الاولى، 7 اهداف في الربع ساعه الثانيه، 5 اهداف في الربع ساعه الثالثه، ونهاية الشوط الأول. أما مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، برضو عدد كبير جدا من الأهداف مع بداية الشوط الثاني، ثم ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدفين، وآخر ربع ساعة زي ما قلت لحضراتكم عندهم قوة عندهم حماس لعيبة نادي الاتحاد السكندري بالنسبة لآخر ربع ساعة في عمر المباراة بيحرز 10 أهداف. طيب إمتى بقى بيخش فيه أهداف؟ لما نيجي نبص على الأرقام كلها، خدوا بالكم أهم رقمين هو رقم 11 اللي هو الربع ساعة قبل الأخيرة من عمر المباراة، والربع ساعة الأولى من عمر المباراة. الربع ساعة الأولى نادي الاتحاد السكندري دخل فيه 7 أهداف، ثم الربع ساعة الثانية 4 أهداف، ثم نهاية الشوط الأول 6 أهداف، مع بداية الشوط الثاني 6 أهداف، ثم ربع ساعة من الدقيقة 61 للدقيقة 75، وهي الوقت الأهم أو الوقت الأصعب بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري أو نقطة ضعف نادي الاتحاد السكندري، في الدقيقة من 61 للدقيقة 75 11 هدف أحرزهم لاعبوا أو تم استقبالتهم شباك نادي الاتحاد السكندري، و9 أهداف أيضا عدد كبير جدا في آخر ربع ساعة. طيب تاريخ مباريات النادي الأهلي والاتحاد السكندري، لعبوا 115 مباراة، النادي الأهلي فاز في 75، تعادل في 24، هزم في 16 مرة. النادي الأهلي له 193 هدف عليه 73 هدف. طيب امتى بقى اول مباراه لعبها النادي الاهلي ضد نادي الاتحاد السكندري؟ اول مباراه بين الفريقين كانت يوم 9 يناير 49 سنه 1949، فاز فيها نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد. اما اخر مباراه بين الفريقين كانت يوم 7 اكتوبر، بالمناسبه 9 يناير 49 دي كان في ناس كتيره قوي ما اتولدتش، انا منهم طبعا، بس يعني كان في ناس كتيره قوي ما اتولدتش وناس كتيره قوي ما تعرفش يعني ايه 49 ده، فيعني مع بدايه الدوري العام المصري يعني 7 اكتوبر 2018، وهزيمه اخرى ايضا لنادي الاهلي باربعه اهداف مقابل 3 لنادي الاتحاد السكندري. ده كان اخر مباراه لعبها النادي الاهلي ضد الاتحاد. اول هدف للاهلي كابتن سيد عثمان، واحرز اخر هدف للنادي الاهلي محمد شريف. أول هدف للاتحاد السكندري كابتن سعد رشاد، وأحرز آخر هدف لنادي الاتحاد السكندري أحمد الألفي.
أكبر فوز للأهلي على الاتحاد 6-0 مرة واحدة، 5-0 ثلاث مرات، 5-1 مرة واحدة، 4-0 أربع مرات، 4-1 مرة وحيدة، 3-0 ثمان مرات، 3-1 ثلاث مرات. أما أكبر فوز لنادي الاتحاد السكندري على النادي الأهلي 4-1 مرة وحيدة، 3-0 مرتين. هدافه نادي الأهلي في مرمى الاتحاد كابتن حسام حسن 11 هدف، كابتن أحمد مكاوي 7 أهداف، كابتن محمد أبو تريكة 6 أهداف، كابتن وجيه مصطفى 5 أهداف، كابتن محمدين 5 أهداف، كابتن أيمن شوقي نجم السكندري الجميل 5 أهداف، 8 لاعبين جابوا 4 أهداف. أما هدافه الاتحاد في مرمى نادي الأهلي محمد دياب العطار النجم الكبير كابتن ديبا جاب 8 أهداف في مرمى النادي الأهلي، سعد راشد 5 أهداف، رفاعي سرور كلها نجوم كبيره جدا كل اسكندرانيين عارفينها كويس جدا، كل مصر الحقيقه عارفينها كويس جدا، النجم الكبير كابتن رفاعي سرور، النجم الكبير كابتن عبد الفتاح الجاري. طيب ننتقل الى ماذا قالت صحف اليوم عن هذه المباراه الهامه جدا، مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري النهارده في جريده الاهرام. 3 مباريات ساخنه جدا في الدوري العام، الاهلي يسعى لاحتلال الصداره مؤقتا امام الاتحاد. الإسماعيلي والمقاولون في لقاء استعادة الثقة، وإنبي يستغيث بالإنتاج. الأخبار المسائي، الأهلي يبحث عن الثأر أمام الاتحاد، وسيد البلد عقبة جديدة للبطل في مشوار المنافسة على الدوري. الحقيقة عنوان معبر جدا عن كل الأمور، البطل فعلا بيبحث عن العودة للصدارة. الليلة الأهلي يتحدى زعيم الثغر، ولاسارتي يطالب لاعبيه بقهر التحديات وطولان جاهز بالمصيدة، ده من أخبار اليوم. أما من جريدة المساء، الليلة باستاد الجيش ببرج العرب، الأهلي والاتحاد السكندري مباراة للكبار، زعيم الثغر عينه على النقاط الثلاثة، والأحمر يتمسك بالمنافسة على القمة. أما جريدة الجمهورية بحثاً عن صدارة مؤقتة، خدوا بالكم الصدارة المؤقتة دي ماشي بعدين نتكلم بعد الماتش إن شاء الله. الأهلي يسعى للثأر أمام الاتحاد وأمام الاتحاد يخشى الانكسار. أما من اليوم السابع، الأهلي يتحدى الاتحاد في مهمة ثأرية بالأسكندرية، ولاسارتي يطالب لاعبيه باستعادة الانتصارات المحلية، وطولان يؤكد قدرة زعيم الثغر على استعادة ظاهرة قهر الكبار. من الوطن، غيابات وتعديلات في تشكيل الأهلي اليوم أمام الاتحاد السكندري، لاسارتي يدرس إراحة معلول وأجيه، منح الفرصة لصالح جمعة وجيرالدو، وطولان جاهزين للفوز وتكرار سيناريو الدور الأول. أما من جريدة المصري اليوم، الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات والثأر من الاتحاد السكندري اليوم. من الدستور، الفريق يستعد للسفر إلى جنوب أفريقيا، الأهلي يسعى للثأر من الاتحاد. واضح جدا أن كل العناوين النهاردة كلها ثأر، الأهلي يسعى للثأر والانفراد بالقمة، ولاسارتي يعد الشحات بالمشاركة أساسية. أما من الوفد، الأهلي يتحفز للثأر من سيد البلد واستعادة الانتصارات في الدوري العام المصري. آخر حاجة معنا النهاردة من الشروق في مباراة الصدارة المؤقتة، الأهلي يواجه الاتحاد للانفراد بالقمة والثأر من خسارة الدور الأول. دي كانت كل الجرائد وكل الصحف، أو معظم الجرائد ومعظم الصحف كلها بتتكلم في إطار الثأر. ولاعيبة النادي الأهلي أنا متأكد كل اللي في دماغهم خلال هذه الفترة أو خلال هذه المباراة، كيف نستطيع أن نفوز في مباراة الاتحاد ونحصد 3 نقاط. بكده هيكون الجزء الأول من ملعب الأهلي النهاردة انتهى، وحنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل في الفقرة الثانية والجزء الثاني من ملعب الأهلي اليوم الدكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم نقاط القوة والضعف في الاتحاد السكندري بعد هذا الفاصل. دكتور أحمد ثابت.
من فخامة هذه الصورة يلعب الأهلي. طبعا الأتوبيس بيغادر مقر الإقامة النادي الأهلي أو فندق إقامة النادي الأهلي، أتوبيس اللاعبين بيغادر مقر الإقامة ويصل إلى استاد برج العرب. إن شاء الله المباراة ستقام في تمام الساعة 7:30. زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما دايما متعودين مع حضراتكم مع الدكتور أحمد ثابت في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وبرضه وصول الأتوبيس مع حضراتكم وهم على الشاشة مباشرة. وإحنا بنرحب بالدكتور أحمد ثابت عشان يكلمنا عن أهم نقاط القوة والضعف في نادي الاتحاد السكندري. دكتور أحمد إزيك؟ مشرف ومنور. أهلا وسهلا بحضرتك. عامل إيه؟ ربنا يكرم إن شاء الله ونكسب بإذن الله. يا رب إن شاء الله. وإحنا بنتابع كده مع بعض لقطات وصول فريق نادي الأهلي إلى ملعب المباراة. عايزين برضو 43 هدف استقبلتهم شباك نادي الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري اضعف خط دفاع في الدوري. اضعف خط دفاع في الدوري. تمام. ازاي بقى الاجوان دي جت؟ يعني كره عرضيه، ضربات جزاء، ايه اللي حصل؟ احكي لنا كده الموضوع. بالتاكيد طبعا الاتحاد فريق محترم طبعا وجماهيره جماهير محترمه، ولكن خط الدفاع بتاعهم بيعاني من مشاكل كتير. يعني 3 ما يدخل فيك 43 جون رقم كبير جدا، اضعف خط دفاع في الدوري. فاحنا عايزين نعرف ال 43 دول جم ازاي، او اكيد عندهم مشاكل دفاعيه. ايه هي ابرز المشاكل الدفاعيه اللي عندهم بالزبط. اللي النهارده ان شاء الله نستغلها خاصه في قلبين الدفاع والمساحات ورا الاطراف. حتى هم في التدعيمات بتاعت يناير كان عندهم مساحات كتير ولا اطراف. جابوا احمد توفيق، دعموا باحمد توفيق بيلعب كباك يمين، السيد سالم صفقه جديده برده كباك شمال، فدعموا الاطراف برده. فالفرقه يعني تعتبر حتى في الفتره الاخيره تقلت شويه مع كابتن حلمي طولان طبعا. نعم. بالنسبه لل 43 هدف هنلاقيهم متقسمين. يعني اول حاجه 8 اهداف جم من خلال التمرير الطولي والاختراق في العمق. تمرير طولي واختراق في العمق ما بين قلبين الدفاع، دي هي الصوره معانا. أيوه. اول حاجه 8 اهداف تمرير طولي واختراق في العمق. تمام. زي لو حضرتك تفتكر الجون بتاع مروان محسن في الدور الاول. مظبوط. كان تمريره من سليف كولوبالي اتلعبت بالتمرير الطولي لمروان محسن، دخل وحطها بدماغه. ده نموذج للتمرير الطولي. يبقى هم عندهم مشكله ما بين قلبين الدفاع. من سهل جدا اي تمريره طوليه لو اتلعبت ما بين قلبين الدفاع يبقى نمره واحد مشكله قلبين الدفاع. ده الجون. يا سلام عليك يا استاذ سمير. مشكله قلبي الدفاع. اهو الجون اهو معانا. ده الجون تاني سمير. ده التمرير اهو، ده جون سليف كولوبالي، تمرير طولي. المساحه دايما او الفجوه اللي ما بين قلبين الدفاع، اي تمرير طولي ده دخل فيهم 8 اهداف بالشكل ده. 8 اهداف ده نموذج النهارده ان شاء الله سواء مروان او ازارو اللي بدا. 8 اهداف من ال 43 هدف بهذا الشكل. بهذا الشكل اللي بعد كده تمرير طولي. اللي بعد كده 8 كرات عرضيه. كرات عرضيه بتتساوى مع التمرير الطولي. التمرير الطولي. بالتالي اذا هناك خط دفاع في قلبين الدفاع تحديدا سيئين في التمركز في الرقابه في الكرات العرضيه. تمام. ده برده في دخل فيهم اهداف من الكرات العرضيه. الهدف حتى لو حضرتك تفتكر برده بتاع الدور الاول كان وليد سليمان اللي جابه، عرضيه من اسلام محارب عمل العرضيه. وليد سليمان قطع. كان دايما هو وليد سليمان مميز لما بيلعب صانع العاب ان هو بيكمل مع ايام باتريس كارتيرون، بيكمل جوه ال 18 وبيحط براسه. نعم. ده برده الهدف الايه الثاني. يبقى اذا اول حاجه 8 لونج باص 8 عرضيات. اذا عندهم مشكله فين؟ مش لونج باص، اختراق طولي. اختراق طولي ما بين قلبين الدفاع. ما بين قلبي الدفاع تحديدا يعني. تمام. وثمان عرضيات. في بعد كده دي 16 هدف يعني 16. تلت الاهداف. في بعد كده حاجه مهمه قوي قوي اللي هي الضربات الثابته على اطراف الملعب 6. دي معانا ليها صور دخل فيهم هدف قدام الزمالك من ضربه ثابته. يعني ايه اطراف الملعب؟ يعني من الجنب اليمين او من الجنب الشمال لما بتتلعب عرضيه. فاحنا النهارده نقدر نستغلها ان انت لازم تحاول ان انت ان شاء الله جرالدو لو بدا او اي حد في الطرف يحاول ان هو يحصل على فاول من الاجناب، لان هم سيئين سواء في الكرات العرضيه او في التمركز في العرضيات في الضربات الثابته. نعم. دخل فيهم جون قدام الزمالك تمركز خطا في الكرات العرضيه قدام الانتاج الحربي. في 3 صور قدام الانتاج الحربي برضو تمركز في الكرات العرضيه. في بعد كده برضو دخل فيهم قدام بيراميدز رجب بكار رفع كوره برضو من خلال الايه الضربات الثابته. اذا عندهم مشكله واضحه ودي حاجه مهمه قوي. اذا التمرير الطولي والاختراق من العمق ما بين قلبي الدفاع نمره 1، نمره 2 الكرات العرضيه، 3 بعد كده الضربات الثابته على اطراف الملعب. على دي مهمه جدا. في بعد كده التسديد من خارج منطقه الجزاء. ماشي. وده هنا في حاجه مهمه قوي. بيبين ضعف حراسه المرمى في فريق الاتحاد السكندري. ان من بره المنطقه بيدخل فيهم اهداف كتير أهداف تسديدات كتير. لو حضرتك تفتكر ماتش الزمالك والاتحاد في الدور الاول ابراهيم حسن شاط الكره وقعت من ايد الهاني سليمان وكمل. اهداف كتير. ماتش الجونه اللي هو من ماتشين الهاني كان مشغول هيضيع وقت ازاي. هقول لحضرتك برضو على رقم مهم جدا للهاني سليمان او على الاتحاد تحديدا. صديقي بالمناسبه يا جماعه احنا يعني بهزر يعني. الهاني سليمان او حارس مرمى الاتحاد بشكل عام ما حافظش على نظافه شباكه الا ماتشين بس في الدوري في 27 ماتش. في كل الماتشات اللي لعبوها
كل الماتشات اللي لعبوها دخل فيهم اهداف ما عدا ماتشين بس. الهاني سليمان كان منهم ماتش واحد، فده رقم بيأكد ان ايه، ان دايما كل الماتشات بيستقبلوا فيها اهداف. دي حاجه ان شاء الله تدينا بعض التفاؤل. يبقى اختراق من العمق، كرات عرضيه، كرات ثابته من على الاطراف، تسديد من خارج منطقه الجزاء، بما يؤدي او بالتالي يؤدي الى ان هناك ضعف في حراسه المرمى، وضعف في قلبين الدفاع. محتاجين ان احنا نشوط على المرمى. التسديد سلاح مهم جدا النهارده. تمام. بعد كده في ضربات الجزاء، وضربات الجزاء دي بتدل برضو ان قلبين الدفاع او بصفه عامه عندهم مشاكل في الرقابه والتمركز، ان بيبقى في فرق سرعات، فبيضطروا ان هم يرتكبوا ضربات جزاء، وديت اللي معانا ضربات جزاء، ست ضربات جزاء برضو. بعد كده في اختراق من الجبهه اليمنى، كان عندهم مشكله في الجبهه اليمنى، وهو يمكن عوضها، يمكن دي قبل ما يجي حتى احمد توفيق. كان عندهم مشكله في الجبهه اليمين، فالراجل كابتن حلمي تم تعويضها ان هو دعم صفوفه بوجود احمد توفيق كباك يمين. طبعا لاعب خبره ولاعب في نادي الزمالك، فلاعب خبره اكيد ممكن يكون حل مؤقت في احمد توفيق جاب جول عالمي اعتقد في او الاسماعيلي مش فاكر، جري وقام جاي عاملها كده من فوق الجون وكسب 1-0 الاتحاد كسب، بس مش فاكر لما جه. ده خمس اهداف اختراق من الجبهه اليمنى. هم جابوا احمد توفيق بس يحاولوا يحلوا المشكله دي. ده سابقا قبل ما يجيبوا احمد توفيق لان وجود احمد الحقيقه وبالتالي. بس انت شايف ان مثلا خلينا نتكلم على واحده من دول اللي هي التمرير طولي واختراق من العمق، هل ده مازال موجود حتى؟ ده مازال موجود. مازال موجود والتسديد مازال موجود، والكرات العرضيه. اقول لحضرتك الماتش اللي فات، اخر ماتش لعبوه مين حرس الحدود، الهدف كان عرضيه لايدو موسيس سجلها. الماتش اللي قبله ماتش الجونه، طب الجونه جابت الهدف فيهم ازاي؟ كان تسديده وقعت من ايد الهاني سليمان ومحمد نجي يده تابعها. فده حاجه مهمه جدا بتاكد ابرز نقاط الضعف اللي نقدر نستغلها. اذا رقم واحد نلعب تمريرات طوليه، رقم اثنين الكرات العرضيه سلاح مهم جدا سواء بقى من الاطراف او من الضربات الثابته. ماتش الجونه اديك بيقول لي في ماتش الجونه صح، ماتش الجونه الكره اللي انا كنت بقول لك عليها دي اللي هو جري من ناحيه اليمين كده والدنيا مقفوله خالص، لان احمد توفيق عمل لعبه كده من تحت طلعت من فوق الجون ودخل الجون. شكرا يا ديك. وفي وقلنا التسديدات، قلنا عندهم ضعف في حراسه المرمى، الضربات الثابته من على الاطراف، الاختراق من الجبهه اليمين، ويمكن دي قلت شويه بوجود احمد توفيق. والضربات الركنيه، التمركز برده ضعيف سواء في الضربات الثابته او في الضربات الركنيه. دي برده كان معانا صور للحالات ديت، هيجيبها لنا بس سمير بيظبط حاجه وهيجيبها لنا على طول. اتفضل. بعد كده بقى معانا في الارقام بتاعه حارس المرمى الهاني سليمان، دي مهمة قوي. مقارنة ما بين الهاني سليمان ومحمد الشناوي. عايزين نعمل في تبقى تعمل لنا، بس انت غلطان النهارده، انت غلطت النهارده. في ايه؟ ان انت ما عملتلناش قد ايه بيضيع وقت الهاني سليمان، يعني كنت لازم تعمل لنا قد ايه هاني سليمان بيضيع وقت. هنحسبها في الماتش النهارده، دي مهمة قوي. تحسبها لي بجد بعد المباراة. دي مهمة قوي. ممكن ما تضيعش. لأنها هتفرق في الوقت بدل الضايع. انا عايزك النهارده تركز على الهاني سليمان هيضيع وقت قد ايه. اتفضل. الهاني سليمان طبعا 34 سنة. نعم. الشناوي 30 سنة. فرق الطول طبعا لصالح الشناوي 191 سنتيمتر، الهاني سليمان 187. عدد المشاركات الشناوي ما شاء الله لعب 13 ماتش بس، حافظ منهم على نظافة شباكه 8. وده رقم مميز قوي، بيبين يعني ان الشناوي طبعا وقوة خط الدفاع مميز بتاعنا. مميز في الدوري ولا بالنسبة للشناوي؟ يعني بالنسبة لا، هو الثاني على مستوى الدوري. الأول تاني. أحمد مسعود اللي هو حارس المصري 9. الثاني الشناوي وجنش 8. اوكي. ان شاء الله على نهايه الموسم الشناوي اعتقد انه هيتفوق باذن الله. حافظ على نظافه شباكه 8 مباريات. نيجي للهاني سليمان، الهاني سليمان لعب 15 مباراه، حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس، ماتش واحد فقط من ال 15. فدي بيأكد ان هو بيستقبل اهداف كتير، اللي هم ال 24 هدف في 15 مباراه. تمام. يعني تقريبا هدف ونص في كل مباراه. الشناوي استقبل 6 اهداف بس، الهاني سليمان اخذ 3 كارت اصفر واخذ كارت احمر كان في ماتش الزمالك، والشناوي اخذ كارتين صفر بس وما خدش كارت احمر. تمام. دي يمكن مقارنه برضو بتبين ان احنا اتكلمنا في مشكله التسديدات ومشكله حراسه المرمى عند نادي الاتحاد السكندري، اللي نقدر ان شاء الله النهارده نستغلها. تمام. دي يمكن دي ابرز نقاط الضعف اللي اتكلمنا فيها. نتكلم بقى على نقاط القوه، زي ما اتكلمنا على نقاط الضعف، ابرز نقاط القوه عندهم طبعا فرقه يمكن هم تشكيلهم المتوقع بيلعبوا ب 4-3-2-1. قولوا. دايما يمكن لو قلنا جاهز. التشكيل جاهز. طبعا في حراسه المرمى الهاني سليمان، الاربعه اللي ورا احمد توفيق باك يمين، ايوه، الاثنين المساكين ده سيلفا اللي هو البرازيلي ومحمود رزق، لان بازوكا موقوف عنده انذارين مش موجود في القايمه، فالاثنين الاقرب اللي هم هيلعبوا محمود رزق وده سيلفا البرازيلي. الباك الشمال السيد سالم بيلعبوا بثلاثه ارتكاز،
على طول قدام النادي الاهلي نور السيد وخالد الغندور واحمد نبيل مانجا صح. دول التدعيمات الجديده. هو دايما بيفضل دايما نور السيد وخالد الغندور في الماتشات اللي هي بتبقى الثقيله زي النادي الاهلي زي بيراميدز زي الزمالك. بيقوم دافع بايه؟ بارتكاز ثالث، يقفل ستاره دفاعيه ويلعب في وسط ملعبه ويلعب على الهجمات المرتده من خلال ايه؟ خالد وعمار وخالد قمر وعمار والسرعات الاطراف. هو النهارده هيعمل كده، هيدافع هيضيق المساحات. الثلاثي الهجومي رزاز سي عمار حمدي خالد قمر، دول الثلاثة الخطيرين جدا. لعيب جامد جدا وصانع العاب بلاي ميكر ويعتبر رقم 10. ديت الصور جابها لنا سامي الشوقي. دي الصور اهي. احنا قلنا المشكله اللي هي في الضربات الثابته اللي على الاطراف. ده هدف في الانتاج الحربي. طبعا احنا مش معانا الفيديو، معانا صوره. يعني الصوره دي احمد شديد ناوي رفعها جت جون في شباك ايه؟ في شباك الاتحاد. من خلال الضربات الثابته. لو عرضنا برده الصوره اللي بعدها هنلاقي بيراميدز. ده ماتش بيراميدز جت فيهم هدف. عندهم مشكله واضحه في الضربات الثابته على الاطراف. ان انت سهل ان انت ترفع وتجيب منها جول. عندك بقى مميز في ضربات الراس مروان محسن، جونيور اجاييه، المدافعين بقى سعد سمير، ازارو، ياسر ابراهيم ان شاء الله لو بدا، فعمرو السوليه. ممكن نجيب سليف كوليبالي لعبه الماتشات دي او لعبه في الضربات الثابته. اتفضل. ده برده هدف، ده في الزمالك كان اوفسايد على فكره، بس هو هدف برده من خلال الضربات الثابته من على الاطراف. كهربا رفعها وجت جول. فواضح ان هم عندهم مشكله. ديت بقى دي مشكله التسديدات. ده هدف الجونه. وقعت من ايد الهاني سليمان وجده جابها. دي اللي احنا اتكلمنا فيها. وقعت صح قدام ناحيه اليمين كده، يمين هاني سليمان وجده دخلها. دي برده مش دي تسديده قدام الداخليه، هاد تسديده كانت سهله دخلت في شباكهم. يعني واضح ان هم عندهم مشكله العرضيات ومشكله التسديدات، وقلنا برده مشكله الايه؟ التمرير الطولي. تمام. اللي بعده يا سمير. دي مشكله التمرير الطولي ها. ودي واضحه جدا، برافو عليك يا احمد، دي واضحه جدا يا دكتور احمد. واضحه جدا يعني. ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ان هو ده 8 اهداف من ال 43 هدف الطولي. وهو اكبر عدد من الاهداف دخل بهذا الشكل. هم عندهم كذا مشكله دفاعيه، اول حاجه التمرير الطولي، العرضيات، الضربات الثابته من على الاطراف، حاجات كتير، التسديدات، مشكله في حراسه المرمى. وعرضنا ارقام الهاني سليمان والمقارنه ما بينه وما بين محمد الشناوي اهي. ديت الارقام مهمة قوي. في الارقام ديت نشوف الكلين شيت حافظ على نظافه شباكه قد ايه. الهاني سليمان من 15 مشاركه حافظ على نظافه شباكه ماتش واحد بس من ال 15، لكن الشناوي من 13 مشاركه حافظ على نظافه شباكه 8. الهاني سليمان استقبل 24 هدف، نسبه كبيره جدا، 24 هدف في 15 ماتش، لكن الشناوي ما شاء الله استقبل 6 اهداف بس في 13 مشاركه. دي بتبين ابرز ايه المشاكل الدفاعيه في نادي الاتحاد. تمام، هنكمل كلامنا ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مع دكتور احمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخر حاجه معانا مقارنه ما بين رزاق سيسي وجونيور اجاي. طبعا رزاق سي واحد من اهم المفاتيح اللعب في نادي الاتحاد، لعيب مهاري جدا وسريع وبيروح على الجون كتير. يمكن هو جنسيته طبعا ايفواري، اجاي من نيجيريا. سيسي لعب 24 ماتش، سجل 5 وصنع 7 ماكينه اسيستات. بيصنع اهداف كتير جدا، عامل 7 اسيست، عنده 20 سنه. أجاييه طبعا لعب أقل عشان بادئ من أول يناير، لعب 9 سجل أهداف 4. رغم كده لو حضرتك لاحظت هتلاقي إن القدرة التهديفية بتاعت أجاييه أعلى. أعلى. يعني الفينش بتاع رزاق سيسي مش جامد قوي. صح. لكن هو ماكينة أسيستات، بيصنع أهداف كتير، بيستغل سرعته والمراوغات الناجحة بتاعته، لعيب مهاري وسريع وبيصنع أهداف كتير. لكن أجاييه هتدافع على الجون أكتر رغم إنه لعب 9 ماتشات بس مسجل أكتر. فدي الميزة اللي في أجاييه طبعا، إن القدرة التهديفية والفينش بتاعه أكتر. تمام. يمكن ده ابرز لاعب. طبعا رقم 2 عمار حمدي. عمار حمدي ابننا طبعا، ابن النادي الاهلي. يمكن هو لعب 6 مباريات مسجل 3 وصانع 4. دول اخطر 2 لعيبه اللي هم هيلعبوا في الهجمات المرتده، اللي لازم هم لازم المدافعين وخط الوسط ياخدوا بالهم. لازم يكون في واحد من الاثنين الارتكاز كمان يثبت مين اللي هيثبت ورا عشان يعمل التغطيه. لما نعرف اللي هيلعب بقى هنقول. عموما انا بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معنا النهارده. ان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه. هنطلع فاصل، هناخد الفقره الثالثه في ملعب الاهلي اليوم. كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي هيقول لنا او هيكلمنا عن الطاقم التحكيم واهم النقاط الجيده اللي موجوده في كابتن جهاد جريشه والطاقم التحكيمي اللي معاه، ومن الممكن ايه اللي هيحصل في اثناء المباراه. كابتن سمير الحقيقه بيحكي لنا السيناريو وبنمشي عليه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم التقرير او تقرير عن اهم المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، ونرجع نكمل مع حضراتكم.
تخطت مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري حاجز 100 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حيث تمتد المنافسة بين الفريقين للنسخة الأولى من بطولة الدوري. التقى الفريقان في 115 مباراة، ومواجهتهما مساء اليوم تحمل الرقم 116. حقق الأهلي الفوز في 75 مباراة، فيما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة. يعد أسامة عرابي لاعب وسط الأهلي الأسبق صاحب نصيب الأسد في عدد مشاركات الفريقين، وذلك بعدما ظهر على مدار 24 مباراة، في حين أن أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز بنتيجة 6 أهداف من دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين موسم 2005-2006، وشهد تسجيل عماد النحاس مدافع الأهلي الأسبق ل3 أهداف هاتريك، وسجل محمد بركات هدفين، واختتم محمد أبو تريكة سداسية الأهلي. نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام الاتحاد في 70 مباراة، كما زار نجوم المارد الأحمر شباك الاتحاد السكندري بواقع 193 هدف. كان أحمد مكاوي ومحمد عطية توتو ثنائي خط هجوم الأهلي أول من هز شباك زعيم الثغر في أول لقاءات الفريقين بالدوري، فيما كان محمد شريف لاعب الأهلي الحالي هو صاحب آخر أهداف الأهلي في مرمى الاتحاد. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نروح مباشره لكريم احمد قبل ما ارحب بنجمنا الكبير الكابتن سمير عثمان. نروح مباشره لكريم احمد يقول لنا تشكيل مباراه النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، تشكيل النادي الاهلي طبعا لمباراه اليوم. اتفضل يا كريم. بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهديك ولكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. ادخل معاك سريعا في تشكيل فريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا قلنا عناصر كثير جدا يمكن مش متواجده في التشكيل الاساسي، لكن في حراسه المرمى الشناوي خط الدار من اليمين للشمال احمد فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، علي معلول، في المنتصف عمرو السليه، كريم ندفد، على الاطراف حسين الشحات وجيرالدو، وفي الهجوم ناصر ماهر ووليد ازارو. في الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي علي لطفي، صالح جمعه، مروان محسن، سعد سمير، حسام عاشور، محمد هاني، ورمضان صبحي. على الجانب الاخر تشكيل طبعا فريق نادي الاتحاد السكندري في حراسه المرمى الهاني سليمان، خط الظهر من اليمين للشمال احمد توفيق، محمد انور، محمود رزق، السيد سالم، في المنتصف احمد نبيل مانجا ونور السيد، امامهم خالد الغندور، على الاطراف توني سيلفا وعمار حمدي، وفي الهجوم خالد قمر. الاحتياطي الخاص بفريق نادي الاتحاد السكندري عبد الرزاق سيسي، والاس دا سيلفا، محمد ناجي جدو، محمود الزنفولي، محمود شعبان، وكريم الديب، وكريم ممدوح. زي ما توقعنا وقلنا كابتن اسلام ان في عدد كبير من اللاعبين هيكون النهارده ليهم دور، لعيبه ما بتشاركش خلال المرحله الماضيه. النهارده زي ما بنشوف وبناكد مستر مارتن بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه نظرا للرحله الشاقه والمباراه الهامه والمرتقبه وهي مباراه فريق سان داونز الجنوب افريقي. لكن كل اللعيبه اللي تم اختيارها كالعاده اللعيبه يمكن مركزه بشكل كبير الحاله البدنيه والحاله الفنيه اكيد خلال التدريب اللي فات او التدريب الاخير هنا في الساده الاسكندريه. اطمن عليهم بشكل كبير مستر مارتن. نتمنى كل التوفيق النهارده، الاختيار يكون موفق لكل اللعيبه اللي تم اختيارها من الجهاز الفني، وان شاء الله كابتن اسلام 3 نقاط يدخلوا نادي الاهلي ورصيد النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. انا معاك يا كابتن اسلام لو في استفسار. لا انا بشكرك جدا يا كريم على تشكيل النادي الاهلي، شكرا جزيلا. مره اخرى تشكيل النادي الاهلي يا جماعه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه وياسر ابراهيم 2 قلبي دفاع، احمد فتحي وعود حميد لاحمد فتحي كباك يمين، وعلي معلول ناحيه الشمال، عمرو السليه وكريم ندفد 2 في وسط الملعب، وجيرالدو ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه الشمال او العكس، ثم ناصر ماهر، ومن امامهم وليد ازار. وتشكيل النادي الاهلي امام حضراتكم. اما احتياطي النادي الاهلي علي لطفي وصالح جمعه
ومروان محسن وسعد سمير، حسام عاشور، محمد هاني، رمضان صبحي. ده تشكيل النادي الأهلي، 11 لاعب بشكل أساسي أمام حضراتكم والتشكيل الاحتياطي. كابتن سمير إزاي حضرتك؟ شرفنا ومنورنا. شرف ليا كابتن. أمر حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. عاجبك التشكيل؟ طيب خلينا نروح لطاقم التحكيم اللي بيدير المباراة النهاردة، كابتن جهاد جريشة حكم ساحة. ومعاه كابتن احمد حسام طه مساعد اول، هاني خيري مساعد ثاني، عمرو الشناوي حكم رابع، والحكام الاضافيين طارق مجدي واسامه اسماعيل. هو طاقم حكام ربعه دولي، جهاد جريشه واحمد حسام هما الاثنين دوليين، والاثنين مرشحين باذن الله لبطوله امم افريقيا القادمه. ايوه ده استعداد كويس لجهاد، عشان جهاد عنده ماتش في البطوله الافريقيه الشامبيونز ليج القادمه. علاوة طبعا جهاد انت عارف حضرتك كابتن رايح كاس عالم بولندا في شهر مايو كحكم في ار، واخدينه هو بعد ما حكم قبل كده كاس عالم الكبار في روسيا، واخدينه هو وبكارا جسامة يبقوا حكام في ار في بولندا كاس العالم من الناشئين. واخدينهم عشان يقدروا ياخدوا الرخصة انهم يحكموا في ار، لان مش اي واحد يقدر يقعد على في الفي ار، لازم يبقى حكم دولي واخد رخصة. فربنا يوفقهم النهارده، مباراه النهارده. بس يا كابتن عمرو الشناوي اسمه عمرو احمد الشناوي مظبوط، ابن الكابتن احمد الشناوي. كابتن احمد الشناوي تمام، يعني الدنيا هتبقى هاديه الفتره اللي جايه. ممكن يعني ان شاء الله يعني. لا انا بتكلم بجد والله، ما هي فيها غلط دي. أنا لا بتكلم بجد. لا لا هو يعني. كتحليل يعني ما يجي كابتن احمد الشناوي. وطبعا طبعا هو كابتن احمد الشناوي يعني عمرو احمد الشناوي. كابتن احمد الشناوي عنده ابن عمرو احمد الشناوي؟ لا هو عنده عمرو وعنده محمد. أوكي. ومحمد حكم يعني عمرو درجة أولى ومحمد درجة تانية، درجة عنده حكمين. ربنا يكرمهم إن شاء الله. طيب إيه رأي حضرتك في هذا الطاقم؟ طبعا طاقم حكام على قد المباراة قوي، لأن أنت عندك جهاد جريشة ده حكم لعب في كأس عالم، المباراة بالنسبة له زي ما هم مهمة للفريقتين، مهمة ليه جدا. أحمد حسام طه السنة دي عامل موسم رائع زي المواسم السابقة، ماشي بخطوة كويسة جدا، مركز على أعلى درجات تركيزه. والدليل على كده تم اختياره من ضمن المجموعة الأولانية اللي هي تلعب إن شاء الله في أفريقيا كاختيار مبدئي، لغاية حتى هذه اللحظة لجنة حكام أفريقيا ما اختارتش ولا حكم، بس هي بتختار كاستعداد. هاني خيري مساعد حكم من المساعدين المرشحين للقائمة الدولية. نيجي عمرو الشناوي ليه دور مهم جدا، الحكم الرابع كابتن اسلام طبعا ليه دور مهم جدا طبعا. ممكن بغض ده النظر عن ما ده عمرو حكم كويس على فكره كمان. لا طبعا وليه دور مهم. ايه يا كابتن؟ ان هو ما ينقلش الاحداث الساخنه خارج منطقه الملعب لداخل ارض الملعب، لان هو المفروض بيعمل فلتر، بيهدي الناس، بيساعد الحكم في كل القرارات الاداريه اللي بره. الحكم الرابع من حقه ان هو يطرد ولا لا؟ يبلغ الحكم. اوكي. الحكم الخامس كابتن طارق مجدي. طارق مجدي واسماعيل. طارق مجدي طبعا حكم رائع كحكم ساحه، كويس جدا. عنده خبرات عاليه جدا طبعا، الناس هتبقى عارفه شكله برده من الكاميرا تيجي عليه. اسامه لعب مباراه واحده السنه دي بس، لعب كذا مره حكم رابع. طيب كابتن جهاد جريشه، انا جيت ابص النهارده لقيته عامل خمس مباريات للنادي الاهلي، لعب خمس مباريات للنادي الاهلي تمام. وهل من الضروري ان هو يلعب خمس مباريات لنادي الزمالك مثلا المنافس للنادي الاهلي؟ لا مش من الضروري، ممكن اسوال لعب مباراه او مباراتين اعتقد نادي الزمالك. لا دي بتبقى عادي، مفيش مشكله. لا مفيش مشكله. بس في نقطه بقى، انت عندك بتتكلم على حكم رقم واحد من افضل ثلاث حكام في افريقيا، بالظبط. لازم يلعب لازم يلعب للفرق الكبيره، يعني هي مش منطقيه برضو انا العب بيراميدز. لا بيراميدز خلاص ليها وضع يا كابتن حكام اجانب. اوكي. ودي النقطه السوداء في التحكيم المصري السنه دي. لو الزمالك خلاص، ما هو الزمالك طلب برضو بقت نقطتين سوداء. اما تلاقي مثلا الدور يعني الاول كابتن اسلام هو وجهه نظرهم ان هم شايفين ان هناك ظلم يقع على نادي بيراميدز او على نادي الزمالك، من حقهم. بص يا كابتن اسلام، مفيش فرقه في العالم الحكم هيبقى هتستفيد من خطأها، من خطا الحكم على طول طبعا. بتبقى في مره كده ومره كده طالما الخطا غير متعمد. بس انا بتكلم زمان او من زمان لغايه السنه اللي فاتت، انت بتجيب ماتشين الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي، انت السنه دي عندك دور كامل ودور تاني. فرقه بيراميدز جابت حكام اجانب، دلوقتي الزمالك برضه هيجيب حكام اجانب، كده انت بتنهي على جيل كامل من الحكام. غير بقى انت طبعا شكل الحكام مش كويس بصراحه طبعًا. يعني طبعا طبعا اللي عاوز يطلب حكام اجانب يطلب، هو حقه طالما حقه طبعًا. خلاص طالما في القانون يعني انت ما منعتش، فاللي عاوز يطلب ما منعتش بالظبط كده. ان شاء الله الدوري كله يبقى حكام. النقطه اللي بتكلم حضرتك فيها مهمه جدا، جهاد جريشه من افضل الحكام الموجودين في افريقيا، مش طبيعي مش طبيعي يلعب لفرقه خمسه وفرقه منافسه
ماتش واحد بتبقى غريبة جدا. يعني لما تيجي دي طبعا بتبقى مسؤولية لجنة الحكام انها تخلي واحد يلعب خمس مباريات واحد مباراة واحدة مش طبيعية. نفس القصة لو كان لعب خمسة للزمالك ومباراة واحدة للأهلي برضو شيء غريب جدا. لأنه هو المفروض زي ما حضرتك بتقول انه واحد من افضل ثلاث حكام في افريقيا وبالتالي هو لازم ياخد المباريات الكبيرة سواء اهلي سواء مش اهلي زمالك يعني بالظبط اللي طرفها الاهلي او الزمالك بالظبط علاوة لو مباراة فيه مباراة صعبة في القسم الثاني او في الهبوط برضو يلعبها. انما خمسة وواحد نسبة غريبة خاصة احنا خلاص قربنا نخلص الموسم يعني الموسم فاضل له كم مباراة مثلا 7-8 أسابيع مثلا الاهلي فاضل له 11 بعد مباراه النهارده هيبقى 10 فالدنيا بتبقى صعبه. المفروض يبقى في عداله في التوزيع وعداله في اختيار الاطقم يعني مظبوط. تتوقع ايه للطاقم التحكيمي النهارده؟ جهاد باذن الله هينجح بالمباراه بناء على خبراته الكبيره جدا. المباراه النهارده مش سهله طبعًا. مش سهله كمان على طاقم الحكام طبعا لان انت عندك لو بصينا في التشكيل سريعا كفنيا انا ماليش دعوه بيه بس هتكلم في حاجات. انت عندك في ناس في النادي الاهلي بقى لهم فتره ما لعبوش عاوزين يثبتوا نفسهم. انت يعني انت ما اخش بقى فرصه اتفضل علاوه طبعا بتبقى في فرصه كبيره جدا. نادي الاتحاد الاسكندري بيلعب في ارضه. انا طبعا مفيش برضو لسه جمهور بالكامل بيخش فالمباراه مش سهله لطاقم الحكام لان كمان صح لعيبه لاول مره بقى لها فتره ما لعبتش. احمد فتحي وليد ازارو كل ده جيرالدو حسين الشحات كل ده بيلقي عبء على الحكام طبعا على طاقم التحكيم طبعا يعني. لان اللعيب اصلا يا كابتن اسلام بيبقى نازل عنده حماس وهو اصلا مشدود بالظبط. فالشده دي لو انعكست طاقم الحكام بتبقى مشكله مزبوط. بس بخبره جهاد طبعا واللي معاه ان شاء الله هيعدي يقدر المباراه ده اكيد. اهم التوقيتات يا كابتن اللي يقدر يبدا يعني هل بدايه المباراه اهم ولا نص الشوط الثاني الاولاني ولا نص الشوط الثاني؟ الجميل في جهاد انه واخد الماتش كله شكل واحد يعني جهاد كويس يعني. جهاد مش بيطلع مش بينزل انت فاهم ازاي يعني مش اول 10 دقايق مثلا ادى فاولات كتيره او انذارات لا ماشي بريتم واحد حتى جهاد تتفرج عليه في كل مباراه سواء بره مصر او جوه مصر هي ماشي بسمستريه واحده لان جهاد يعني من الناس اللي فاهمه قانون كويس جدا جدا طبعا ده يرجع طبعا الكورسات اللي بيروحها كتير طبعًا. بره فهتلاقي النهارده ممكن حاجات بيحسبها انت مش هتقعد عليها بس لما تيجي ترجع القانون يقول لك اه ده كان كده قانون صح ومع استخدام روح القانون ربنا يوفقه خاصه اول سيناريو المباراه النهارده احكي لي سيناريو المباراه انا متوقع وجهة نظرك انا متوقع يعني ان شاء الله جهاد اهم هيمشي ازاي اول فتره ليه مهمه اول ربع ساعه بعد كده اخر فتره هي اخر ربع ساعه مهمه جدا في المباراه خاصة لو النتيجة قريبة معنى النتيجة قريبة لو في فرق هدف 1-0 2-1 بالظبط بتبقى صعبة جدا الماتش مخلص يعني حضرتك بتقول ان اول ربع ساعة واخر ربع ساعة اخر ربع ساعة مهمين جدا مع التركيز بقى خلال المباراة اهم ما يميز مثلا نادي الاهلي اخر ربع ساعة انه بيحرز فيه اهداف بالظبط واهم ما يميز نادي الاتحاد السكندري اخر ربع ساعة بيحرز فيه اهداف عشان كده انا قلت لحضرتك في الاول وفي الاخر دي مهمة قوي لازم يبقى فيها تركيز مهم جدا عشان الربع ساعة الأولانية دي هي الدستور اللي هيمشي عليه بقية المباراة. تتوقع النجاح بنسبة كام؟ إن شاء الله ما دام ما فيش اختبارات صعبة دخل ال 18 يبقى فوق 90% بإذن الله فوق 90% بس يركزوا محتاج النهاردة الماتش ده تركيز عالي جدا من أحمد حسام طه وهاني خيري عشان التسلل الاثنين حكام المساعدين ربنا يوفقهم إن شاء الله مع طبعا طارق مجدي وأسامة إسماعيل لازم بالبلدي كده يكونوا فاتحين عينهم كويس جدا جدا الحاجات اللي بتبقى في ال 18 أرض الملعب هتفرق؟ اكيد تاني يعني انا كان نفسي بصراحه يعني ايه رحمه باللعيبه وبالملعب بالملعب لان انا المره اللي فاتت كانت في ماتش الاهلي والزمالك انا نسيت اقول نقطه مهمه جدا يعني قانون كره القدم كله ظاهر على طالع على حاجه واحده بس سلامه اللاعبين 17 ماده غرضها سلامه اللاعبين ما هو انت المباراه الماتش اللي فات ما كانش فيه حد واخد بينه من سلامه اللاعبين الحمد لله ما فيش ولا من هنا حد اتعور ولا من هنا حد اتعور تمام بس هي الميه كانت كويسه يعني الناس كلها كانت بتقع عشان بيعرفوا يعوم الحمد لله انا بشكرك جدا يا كابتن سيف ان شاء الله نلتقي مع بعض المباراه ونشوف السيناريو هيمشي ازاي ان شاء الله باذن الله شكرا كابتن شكرا جزيلا للكابتن سمير عثمان معلقا على طاقم التحكيم لهذه المباراه هنطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم وبعد هذا التقرير هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار النجم الكبير الكابتن فتحي نصير النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم النجم الكبير الكابتن محمد حشيش معلقين طبعا ومحللين لاداء اللاعبين وتشكيل النادي الاهلي وتشكيل النادي الاتحاد بعد هذا التقرير نجوم النادي الاهلي او نجوم ملعب الاهلي هيكون ان شاء الله في ضيافه حضراتكم بعد الفاصل كابتن فتحي نصير كابتن شريف عبد المنعم كابتن محمد حشيش We'll be right back.
الرئيسية باتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لطاقم تحكيم بقيادة المونديالي جهاد جريشة، يعاونه كل من أحمد حسام طه، هاني خيري، عمرو الشناوي حكم رابع، وكل من طارق مجدي وأسامة اسماعيل حكم خامس. جهاد زغلول جريشة من مواليد 29 من فبراير عام 76، ظهر في الدوري الممتاز في 2005، حصل على شارة دولية في 2008. أدار جهاد جريشة 4 مباريات في تصفيات كأس العالم 2014. ظهر في مباراة واحدة بنهايات كأس العالم 2018 بروسيا، كما أدار العديد من المباريات في بطولة كأس أمم إفريقيا. أدار جهاد جريشة هذا الموسم 15 مباراة في الدوري الممتاز، احتسب خلالها 55 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء، احتسب 4 ضربات جزاء، كما أدار مباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا، أشار خلالها البطاقة الصفراء 4 مرات واحتسب ضربة جزاء واحدة. تعتبر مباراة اليوم هي الرابعة لجهاد جريشة مع الأهلي، حيث سبق له إدارة مباراة شياطين الحمر أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بالدوري، كما أدار مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة 16، وأخيرا أدار مباراة الأحمر أمام الجونة في الجولة 24. بينما أدار جهاد جريشة هذا الموسم 4 مباريات للاتحاد السكندري أمام حرس الحدود في الجولة 6، أمام بيراميدز في الجولة 12، أمام سموحة في درب الأسكندرية ضمن منافسات الجولة 17، وأخيرا مباراة زعيم الثغر أمام الإسماعيلي في الجولة 20 من المسابقة. إجمالا أدار الحكم المونديالي 20 مباراة للأهلي، حقق الأحمر الفوز في 13 مباراة وتعادل في مبارتين وخسر في 5 مواجهات، أشهر خلالها 43 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء في وجه لاعب شياطين الحمر. بينما أدار جهاد جريشة 17 مباراة للاتحاد السكندري، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في مثلها، أشهر البطاقة الصفراء 40 مرة والحمراء 3 مرات في وجه لاعب زعيم الثغر. ل 2007 عام النضج الكروي للأهلي. وصل فريق الأهلي إلى قمة مستواه الفني في عام 2006 لما كان البرتغالي مانويل جوزي مديرا فنيا للفريق، وكان التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء خير دليل وتأكيد على وصول لاعب الفريق إلى مرحلة النضوج الكروي، خاصة وإن الأهلي حصل على المركز الأول خلال تصنيف شهر يونيو 2006 ويوليو 2007. الفترة دي كانت من أفضل الفترات اللي عاشها الأهلي وكمان جماهيره، اللي فرحت كتير جدا بالمكان اللي وصل ليها الفريق، وكمان المستوى المتميز اللي ظهر به اللاعبين في مختلف المسابقات المحلية والأفريقية وكمان العالمية والمتمثلة في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. الفترة دي كمان كانت بتضم لاعبين مميزين جدا ويعتبروا من أباطرة اللعبة في مصر والوطن العربي، وكان أبرزهم محمد أبو تريكة، وائل جمعة، ومحمد بركات، وعماد متعب، وإسلام الشاطر، ومحمد شوقي، وكان وراهم الحارس الأسطورة عصام الحضري، وغيرهم من اللاعبين اللي تركوا بصمة واضحة في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام. We'll be right back.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في الجزء الاخير فيما قبل المباراه. زي ما حضراتكم عارفين دايما بنبقى معانا ثلاثه من نجومنا الكبار. النهارده النجم الكبير الكابتن فتحي نصير. ازيك كابتن مشرف؟ ازيك كابتن اسلام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله والتوفيق كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. رب. ايضا النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن اسلام ازيك كابتن؟ الحمد لله تمام. واللي وحشنا بقى كابتن محمد حشيش بقى له واخد غطس شويه. اخبار حضرتك ايه كويس؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. خدت غطس في برج العرب ولا كنت فين؟ لا ولا كنت في البيت معاهم. في البيت يعني. مشرفين طبعا دايما ومنورين. كابتن فتحي هبدا بحضرتك. تشكيل النادي الاهلي نقول لحضراتكم مره اخرى: الشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، احمد فتحي، عمرو السوليه، كريم ندفد، حسين الشحات، ناصر ماهر، وجيرالدو، ووليد ازارو في خط الهجوم. راي حضرتك في تشكيل النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو العنوان بيقول ان النادي الاهلي عنده اكتر من فريق. مظبوط. بدليل هذا التغيير الكامل. يعني لما نقول 3 او 4 من 11 يعني في 7 جداد بادئين المباراه، فدي حاجه تبشر بخير وتطمئن، وفي نفس الوقت لازم تحذر. يعني في كلتا الحالتين لازم ايه؟ تحذرنا. تحذرنا تحذرنا أوكي. تحذرنا من ايه؟ اه ان مش هنتكلم في تغيير، ما هو الفريق هو الفريق، وان اكيد المدرب، وانا دايما اقول المدرب هو اللي شايف مش احنا اللي شايفين. ده احنا على الورق الكلام ده اللي احنا قلنا له. حضرتك تفضلت قلت الاسماء بالورق، هو ده اللي نازل على الورق واللي احنا فاحنا مناقشتنا ورق. اما الملعب أسرتي هو عارف هو بيعمل ايه، لان هو بيلعب النهارده وعينه عليه يوم السبت اللي جاي. مظبوط. بيحضر لعيبه ليوم السبت اللي جاي وبيريح لعيبه ليوم السبت اللي جاي. يعني بيعمل حاجتين، بيريح لعيبه وبيحضر لعيبه. مظبوط. للسبت اللي جاي. يعني ممكن واحد زي احمد فتحي مثلا يكون بيحضره. بيحضره. وعندك برضه في خط الظهر يعني عندنا ياسر برضه كتحضير، رامي بيحضر. اذا بيحضر لعيبه تمام وبيحافظ على لعيبه. فده الشكل العام لان هو وضعه. هو زي ما حضرتك قلت العنوان ان النادي الاهلي ده العنوان الابرز. النادي الاهلي له فريق اخر. له فريق اخر. يعني كل الناس وهي بتقرا التشكيل، انا شايف التعليقات على السوشيال ميديا وممكن ممكن يعني. كان في لعيبه من اللي هم موجودين بره وما لعبوش قبل كده برضو كان ممكن يلعبوا، يثبت لك ان عنده 11 لاعب تاني جدا. 11 لاعب تمام. كابتن شريف، تغيير في خط الدفاع ثلاث لاعبين، هل سيؤثر بشكل سلبي على النادي الاهلي، ولا حضرتك شايف ان لا ثلاث لاعبين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه واحمد فتحي زي ايمن اشرف وسعد سمير ومحمد هاني؟ خلينا نبقى ايجابيين يعني عشان نعم. في مصلحتنا النهارده ان بقى كل الاجواء ان شاء الله تفصح نعم. في صالح الفريق. وبنتكلم عن الحته اللي هي في العمق بتاعه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. سيبك من احمد فتحي، احمد فتحي فايتر يعني يقدر يخش ويندمج بسرعه وعنده من الخبرات ان هو يكون موجود في الملعب. رامي ربيعه هي الحاله بس البدنيه بتاعته هو الكويشن مارك عليها يعني الحاله، وده هنشوفه ممكن هنشوفه هل هيبقى في ضغط عليه قوي وهيندمج برده زي احمد فتحي ولا هيحصل برده شورت يعني عدم تاقلم على الارض كمان، اللي احنا يعني موقعه الزمالك والاهلي كانت واضحه ان الارض وحشه بتاعه الملعب. ف ازاي الكره تبقى مواكباهم ومعاهم وماشيه معاهم يعني، والاهلي يعمل نتيجه بدري كويسه باذن الله تخلي كل الناس دي معنوياتها مرتفعه، يقدروا يلعبوا براحه في وسط الملعب. يجوز الكوتش كمان عنده تجربه حسام عاشور في ماتش الزمالك والاهلي، مدياله تشرب يعني مدياله ثقة كده ان هو يقدر يجرب في نفس الشكل بنفس الطريقه بنفس الاسلوب اللي حصل في ماتش الزمالك. اللعيبه كلها كانت على مستوى عالي جدا بدنيا ومركزين وعايزين يعملوا نتيجه عاليه طبعا، غير الاجواء بعيدا عن الاجواء طبعا بعيدا عن الاجواء اللي حصلت والمطر والكلام ده. اعتقد ان الاهلي كان اقرب ان هو كان يعمل نتيجه كبيره يعني. انا شايف ان هو زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان هو عنده عينين دلوقتي، عين هنا في الاتحاد وعين في يوم السبت في يوم السبت في سان داون. فاعتقد ان عودة كريم ندفد بتدي سفرية طويلة برضو يا كابتن شريف يا كابتن حشيش يعني 9 ساعات ونص 10 ساعات ونص. عنده ايجابيات من اللعيبه، انا بتكلم من حيث اللعيبه بقى اللي هي ممكن تعوض حاله تعويضيه في التغيير. ايوه. وفي الايجابيات اللي الناس مبسوطه منها في التغييرات دي برضه، انا مبسوط وسعيد ان هو عنده فرقتين الحمد لله ما شاء الله يعتمد عليهم، وهو الحاله ده العنوان الكبير زي ما الكابتن فتحي قال ان ده العنوان الكبير، ان انت نازل تقول للناس انا عندي عايز تكسب 3 نقاط بس انا عندي فرقتين. وعنده حاله بدنيه هو المسؤول عنها، حاله اللاعب نفسه هو المسؤول عنها بالجهاز الفني بتاعه. لما اتعاملت مع لاسارتي اولا راجل واثق من نفسه جدا وبيفكر علميا بطريقه غير طبيعيه، يعني
مش مثلا ايه تعرف احنا عندنا هنا في حاجات بتبقى ايه كده يعني حسب بالبركة. لا هو بيفكر علميا كويس جدا. فانا يعني هنشوف عموما هنشوف هم قالوا له عن لعيبه كتير كويسه زي رامي ربيعه. هو لم يكتشف رامي ربيعه بعد يعني مظبوط يعني ما شافش رامي ربيعه كويس يعني في الملعب في 45 دقيقه حتى او في 70 دقيقه او مش عايز اقول 90 دقيقه مظبوط. كلموه عن ازارو اكيد شاف ازارو قد ايه بيعمل فرق في السرعات في ظل 20 دقيقه او 10 دقائق واكتف قوي على الجول وبيعمل يعني المره اللي فاتت زي ما انا قلت وشرحت قبل كده يمكن ما اعرفش كنت معاك ولا ان اجاييه لو كان خد خطوتين بكره ازارو اللي هو لمح خيال احمر كلنا اتهمناه فيها انه ما استناش عليها لو كان خدها وحتى عارف ايه لو خد الخطوتين ثقه ان ازارو هيلعبها مثلا بس هو متاكد ان ازارو مش هيلعبها كان في عدم ثقه في اللعبتين مع بعض انما هو كان شايف الخيال الاحمر فعشان يروح عاملها كده كان بيعمل حاجه ده الانفراد بتاع وليد ازارو في ماتش الزمالك بيعمل حاجه عالميه او انه يعمل الباص دي هتلاقي اجايب يحطها ببطن رجله سهله كده حطها ببطن كنا ساعتها هنقف كلنا ونسقف ونعمل على فكره لو خدها بشماله وحطها بيمين فان شاء الله النهارده ان شاء الله يكون في اجاده في جميع اللعيبه اللي راجعه منشا وناصر ماهر بقى يجود النهارده وتدي حريه التدوير والتصرف لاسارتي انه ماشي على المسار الصحيح تمام. كابتن حشيش نفس الكلام برضو رأي حضرتك في التشكيل وعودة الثنائي في وسط الملعب عمرو السلية عمرو السلية موجود ولكن الأداء بسم الله ما شاء الله من تطور من مباراة الأخرى ولكن عودة بقى كريم نيدفيد مع في ظل وجود حسين الشحات وجيرالدو وناصر ماهر ومن أمامهم وليد أزار. بص يا إسلام لو كنا دخلنا الاستوديو قبل ما نشوف التشكيل ده وسألتني عن التشكيل كنت أقول لك من وجهة نظري لازم الراجل يعمل كده يغير كله لازم يغير أو الأغلى لازم يعني. يغير أنت لاعب من يومين فاتوا لعب ماتش قدام نادي الزمالك سباحه ماتش كره قدم وسباحه يعني بتلعب لعبتين في وقت اتنين مجهدين في وقت واحد احنا كلنا عارفين لعيبه كوره عارفين ان لما بيكون في ميه ومطر بيبقى الجهد مضاعف يا كابتن فتحي اكيد وعلى وحمل على العضلات اكتر فما بالك بقى كمان انك هتلعب بعد يومين وبعدين انت لازم تستفيد من ناس كمان اللي مش مقيده افريقيه مظبوط لازم تلعبها لان انت لو ما لعبتهاش النهارده هيجي لك شهر اربعه ده لازم هتعمل كده ولازم هتريح ناس الفكره كمان ان اللعيبه كلها دلوقتي في مستوى واحد بدليل ان احنا الماتش اللي فات ماتش الزمالك كنا بنقول لي يبدا بحسين الشحات وبازارو ولا يبدا بمروان يعني ولا عاشور ولا احمد فتحي ولا رمضان ولا يعني كله افيلابل وكله جاهز فاي واحد فيهم دلوقتي المفروض قدام الراجل عارفه كويس مقيمه كويس وعارف مدى اجهاده او مدى صلاحياته للعب عشان كده هو غير تقريبا كل الفرق باستثناء يمكن الجون وثلاثه معلول وناصر ماهر والسوليه اللي كنت اتمنى كمان انه يغيره هو ناصر ماهر لان ناصر ماهر الحقيقه اخر ماتش الزمالك ما كانش على مستوى الاداء المطلوب وغيره فكان يا ريت ينزل صالح جمعه من البدايه برضه يديله برضه اللعيب لما يكون بعيد شويه كابتن فتحي ويبدا المباراه غير ما يبقى في النص وخصوصا انه خد اخر مثلا ربع ساعه الماتش اللي فات فكان مؤهل ان هو يبدا الماتش انما البدايه باللعيبه دي كلها انا بقول ان هو اختيار صح وخصوصا احنا برضه اسلام بنتكلم على فريق النادي الاهلي يعني بنتكلم على خبرات رامي ربيعه وان كان بعيد انما ده راجل خبره كذا سنه وعدد ماتشات كبير جدا بنتكلم على وليد ازارو وبنتكلم على جيرالدو بنتكلم انت جيرالدو دافع فيه قد كده وجايبه على مستوى عالي تمام. كذلك ياسر ابراهيم الناس دي فانت الكلام ده احنا نقوله ايه لو فرقه 17 سنه او 19 سنه ورحنا مغيرين فيها المدافعين كلهم وانت استاذنا كابتن فتحي وعارف دي تعمل مشكله انما مع لعيبه خبرات لا اللعيب بيرق وبعدين معظم اللعيبه برضو لعبت قبل كده مع بعض تمام. قبل بس ما اسال حضرتك يا كابتن فتحي ليه الثلاثه دول تحديدا يعني ليه علي معلول وليه ناصر ماهر وليه محمد الشناوي كان ممكن بس عايز اقول نتائج المباريات النهارده بالمناسبه نادي الاسماعيلي فاز على نادي المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء ونادي امبي نادي امبي فاز على الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء عارفين نادي امبي ما كسبش من يوم كام من 19 واحد او 9 واحد 2019
9/1/2019 اخر مباراه لعبها امام طلائع الجيش، ثلاث شهور الا حاجه بسيطه تقريبا، ثلاث اشهر واول فوز ليه النهارده. طبعا نادي ام بنبارك له على هذا الفوز، مش عشان فاز على الانتاج طبعا، الفريقين فريقين محترمين وفريقين في الدوري المصري، ولكن احنا بتكلم على ام بي ان بقاله فتره طويله قوي ماشي الحاجه كابتن فتحي عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، اشمعنى الثلاثه دول؟ ليه نمره واحد علي معلول، علي معلول المباراه اللي فاتت لم يقدم الاداء الهجومي اللي احنا كنا منتظرين، مظبوط، لاسلوب اللعب اللي اتلعب بيه، فاذا هو لم يجهد بالطريقه اللي وجد فيها، تلعب عليه مان فاذا ما وجهتش، يعني تلعب عليه مان اذا ما وجهتش، هو كان واقف كتير فما بذلش مجهود كتير. المباراه زي ما كابتن حشيش بيقول ان المباراه في المطر، وانت اكيد عارف وشريف عارف وكلهم عارفين، المباراه في المطر اكنك بتلعب في الرمل، مظبوط، الرمل تقيلة، صح. يعني اضرب الوقت اللي لعبته في المطر في اتنين، لو لعبت ساعة كأنك لعبت ماتشين يعني، بالظبط. لا ده مش كلام انا بقى، ده كلام العلم اللي بيقول كده، عشان كده بسأل حضرتك، ده كلام العلم اللي بيقول كده، انك رجلك لما بتنزل في الميه بتعمل وترجع تاني وقوة الدفع والتكف والجري، انت بتعمل الحمل مرتين، لما بتنط اكنك نطيت مرتين، لما بتجري اكنك جريت مرتين، اذا الحمل عالي قوي قوي قوي. بالنسبه لعلي معلول هو في المباراه اللي فاتت لم يقدم مستواه اللي في السابق في المباريات السابقه، فما بذلش المجهود فاذا لسه عنده مخزون لياقي لم يستنفذه فيقدر يكمل هنا، بالاضافه لخبرته في هذا يعني ان يكون في برضه خبره، مش عايز يهد الفرقه كلها، مظبوط. طيب نيجي للسلية، السلية ده بنعتبره احد الاساسيين في العمود الفقري، واحنا قلنا دايما ما نحاولش نلعب كتير في العمود الفقري، العمود الفقري كان الشناوي وكان قدامه سعد سمير وايمن اشرف، فاذا جاب لنا ربيعه يبقى قدامه السلية، ما غيرش بقى، مش عايز اغير كتير، اوكي، فعشان كده ما غيرش السلية. وبعدين قدام السلية ناصر برضو جزء من العمود الفقري، فهو مش عايز يهز العمود الفقري، تمام، لكن هو هز يعني يغير في الاماكن التانية. فكره ان هو ممكن يستبدل، احنا ممكن الاحتمال يمكن اول استبدال ممكن يتم مع احترام الاداء اللاعبين، ده تفكيرنا ودي اجتهادات مننا شخصيه وليست معلومات، لا ما عندناش معلومات، ما عندناش معلومات ما بنقولش غير اللي احنا شايفينه، بنقول ان ممكن السلية ناصر يتبدل مع صالح، هو ده في اول تبديل، في اول تبديل اكيد، عشان عاوز يطمئن على ناصر، لان ناصر هياخده معاه في جنوب افريقيا، اما صالح مش هيلعب، مظبوط، فازاي يمكن عشان كده، فعايز يرجع له الثقه شويه لانه محتاجه هناك، فعايز يعني هو خرج وهو مش كويس، الناس كتير قالوا ناصر مش كويس وكده، فعايز يرجع له الثقه، مش عايز يرجعها له في ماتش في جنوب افريقيا. فتحي انا النهارده كنت اتمنى حسام عاشور مكان ناصر ماهر، حسام عاشور عشان نادي حريه عمرو سوليه وكريم نيدفيد يعمل لهم عايزين، ما هو ده لو بيفكر يعني، ده اللي كان يفرق لو بيفكر في ماتش واحد اعتقد كده الشريف برضه صعب، انا عندي ده مالك يا فتحي سوليه وكريم نيدفيد يقدر يعوضوا حاله ما هو انتقاليه في الملعب بس هو كابتن عايز زي ما بيلعب هنا عايز يفكر، عايز تحيره خياره في مثل كده يقول لك عايز تحيره خياره، فهو عايز يحضر في نفس الوقت بيحط الفرقه دي وعايز يجهز للماتش اللي جاي، هو عايز يحتار، هو خايف ان ناصر بعد الماتش اللي فات هو محتاجه في جنوب افريقيا يقول لك طب انا اريحه، لا بس هو نهى مش كويس، فاديله شويه يقف شويه يقف على رجليه. هتدي المهام الدفاعيه لمين فيهم، سولية ولا نيدفيد؟ نيدفيد واحد بيقف، هم دايما الاثنين قريبين من بعض بيعملوا شيفت، دايما بيعملوا غيره، واحد بيطلع والتاني بينزل، يعني هو مديله حريه الحركه للاثنين دول لانه مش هيدافع. وبعدين يا كابتن فتحي ناصر ماهر عنصر اساسي في الاستحواذ، خلي بالك لان برضه هو ده الربط، يعني هو ناصر ماهر او البوزيشن بتاعه اذا كان هو او صالح جمعه هو ده بتاع الاستحواذ، لان انت في وقت من الاوقات بتبقى لازم تستحوذ على الكره الاول، محتاجه هناك ومحتاجه طبعا في افريقيا استحواذ طبعا، انك خلي الكره معاك طبعا، ما تستعجلش، ما تقلقش طول ما الكوره معانا، ماتش بره هو بيفكر في دي، فعايز يرجع ناصر تاني للملعب، تمام. انا دي قرايتي وخبرتي المتواضعه ان هو ممكن عشان كده عشان كده لازم اسالك انت الخبره بتاعتنا وانت الكوتش بتاعنا عشان كده انا عندي تخيل، يعني انا عندي تخيل ان حسام عاشور مع حاله ناصر ماهر اللي هي مش جيده قوي يقدر يربط لي التيمبو بتاع التيمبو الخلفي عمرو الخلفي وعمرو السوليه وكريم نيدفيد، الحقيقه بقى بس لو انت كده انت بتغير طريقه لعب، ما اعرفش يعني، انا حاسس برضو ان انا بلعب فرقه مش سهله، يعني
يعني الاتحاد ولا مين؟ الاتحاد طبعا. لا هو انت لما تطرق للاتحاد انا وانت دلوقتي بس لسه كنت انا بطلع الفريق عشان اسالك عن الاتحاد. لكن اصعب اصعب ايام عايز اكسب وبعدين اعمل بيمر بيها النادي الاهلي الايام مش لان كده لانك انت تلعب يومين ماتش هيلعب في جنوب افريقيا ويرجع تاني يلعب هنا ماتش صحيح. دوري ثم يلعب ماتش تاني بتاع جنوب افريقيا يعني يا جماعه مش ممكن. وبعدين عنده مجموعه لعيبه ازاي يستفيد بيها وازاي يحضر للماتش اللي جاي وازاي يحضر للماتش ده استراتيجيه بتاعته اللي احنا مش هنخش طبعا طبعا بس احنا من خلال يعني رؤيتنا ومن كده احنا بنستشف وان شاء الله باذن الله في النهايه ان شاء الله يطلع يسأل. صح ان شاء الله. جاوبنا على السؤال بتاع حضرتك. طبعا طبعا يا كابتن. تشكيل الاتحاد السكندري يا كابتن شريف الهاني سليمان ما بين قوسين اكتر واحد بيضيع في مصر وقت. في خط الدفاع احمد توفيق محمود رزق سيد سالم باك شمال محمد انور في خط الوسط ثلاثي خالد الغمدون نور السيد احمد نبيل مانجا وفي خط الهجوم عمار حمدي وتوني سيلفا وخالد قمر. هو اخطر لعيب فيهم من وجهه نظري رزاق سيسي مع عمار حمدي. رزاق سيسي مش موجود في ال11 الاساسي واخطر تحركات خالد قمر جوه واخطر تحركات طبعا خالد قمر. وبالتالي حضرتك شايف اللي عامله الكابتن حلمي ده لتقييد هجمات النادي الاهلي ولتقييد فريق النادي الاهلي ولا دي وجهه نظر وعايز يقفل بيها وسط ملعبه بشكل جيد جدا بعد كده ينزل رزاق سيسي يبقى فيه مساحات. هو عنده حظ وافر كان على النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت يعني مظبوط. هو بيصاحبه نفس الامال ونفس الشكل بلا ان هم دول اللعيبه اللي عنده هم دول اللي عاملين له الشكل اللي فات كله. هم عنده الملاك خالد قمر وتوني سيلفا ونور السيد وساسي دول هم الشكل اللي بيعمل عليهم زي ما بيقول الكابتن فتحي العمود الفقري بتاع نادي الاتحاد غير سيد سالم كويس في الباك ليفت بيعمل شغل جامد جدا ولعيبه يجيب اجوال ويعني لوحده حاله من الناحيه دي لازم يبقى في ضغط عليه دايما عشان ما يكتسبش ثقه. وبص ليه في المربع عندي انا وبيعمل عرضيات وبيدخل لدرجه انه ساعات بيروح يلعب ضربات ثابته وحاجات كده لعيب متمكن مزبوط. يعني ف الشكل بتاع نادي الاتحاد اللي انا بقول لك فريق محترم كويس بيلعب اوبن جيم يعني مش لا بس بالشكل ده كابتن هيلعب اوبن جيم هيلعب هو كده بيلعب اوبن جيم في الفريق اللي هو بيعمل الكونتر اتاك عليك اللي هو اللونج من ناحيه اليمين لناحيه الشمال مع السويتشات احنا بنتفرج عليهم. هو قافل بقى في نص الملعب وبيلعب على هيحترم فريق نادي الاهلي خدت بالك انما طول ما انت بتتاخر في الفوز عليه الحقيقه هو بيكتسب ثقه كبيره جدا وبيعمل اللعيبه بتاعته في نص الملعب حركه تدعيم للفراوده بتاعته فتلاقي طبعا. على طول الاطراف عنده بتشتغل أوكي. على طول عاملين حاله لخالد قمر ازاي يحط الكره جوه الجول ازاي يتحرك ازاي فكل ما انت بتدي فرقه زي اتحاد اسكندريه بلعيبه محترمه زي دي الثقه ان هم يلعبوك في الملعب وياخدوا ان هم يروحوا الناحيه الثانيه ويقدروا يشوطوا ويقدروا يلعبوا عرضيات هو ده الحل انك انت النهارده بتلعب ضاغط من اول 10 دقايق على فرقه زي دي الحقيقه مكتمله القوام في انهم عندهم ثقه في نفسهم ازاي الباص كمان ما بيبقاش عنده ميس باص كتير من الحاله الوحيده ان انت تقطع عليهم الباص كتير تبقى انت اللي ضاغط عليهم انت اللي بتجيب في الجون في اول ربع ساعه يا كابتن اسلام يفرق معاك كتير قوي مع فرقه زي دي فرقه بتعرف تجيب جول وفرقه بتعرف تكسب وفرقه بتعرف لما تتاخر بجون تتعادل فهي ده الفريق اللي انت كنت بتسالني عنه دلوقتي جميع لاعبيه وعناصره مكملين لبعض من اول نور السيد حركه ومانجا والغندور لغايه الثلاثه اللي قدامهم حمار وتوني وخالد قمر. كابتن حشيش لو انت مكان حسين الشحات في مثل هذه المباراه كميه ضغوط كبيره جدا خلال الفتره الاخيره احنا بنحاول الحقيقه وكل ما حد فيكم من حضراتكم بيقابله بيقول له يا حسين شيل الضغوط دي من عليك والعب لغايه لما تبقى كويس هتبقى كويس. لو انت مكانه النهارده هتفكر ازاي؟ هتعمل ايه؟ هيبقى عليك ضغط ولا معاكش ضغط؟ عايزك تشرح للناس برضو تمام. لان حسين الحقيقه بيمثل لغز للناس وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه تمام. انا ما بغير يعني لازم نتكلم بمنتهى الصراحه صحيح. هو الناس شايفين يا كابتن فتحي يا كابتن شريف ان هو لسه لم يقدم المستوى ما يعرفوش ان الحاجات دي بتاخد 6 7 شهور لغايه لما ترجع خصوصا بعد الهاله الاعلاميه الكبيره اللي حصلت. قبل ما اخش في الجزئيه دي عايز برضو اتكلم على فريق الاتحاد اتفضل وعايز اقول ان المقابله بتاعت النادي الاتحاد مع النادي الاهلي في الدور الاولاني تختلف تماما عن الدور الثاني في كل حاجه. الدور الاولاني كانت لسه الدنيا في الاول في المستشفى بالظبط كده المستشفى كانت لسه المستشفى ده ايه ده مستشفى داخلي وخارجي المستشفى كانت لسه مفتوحه وكان الفرقه ناقصه وما كانش فيه صراع البونت زي دلوقتي مظبوط. اتحاد اسكندريه دلوقتي في وضع كويس في نص الجدول
بلاعب النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي نازل لا بديل عن الفوز، فباين من التشكيل طبعا انه مقفل الملعب تماما بثلاثه في نص الملعب. هتلاقي منهم نور السيد واحمد نبيل مانجا، دول واقفين تماما. اللي يمكن بيكمل شويه هتلاقيه الغندور، وبيعتمد هو على طبعا عمار حمدي. هو الغندور دايما بيبقى قدام الاثنين، قدام الاثنين، وعمار ودي سيلفا واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، على اساس ان هم يبقوا 4-5-1 بالظبط كده. مش وهو بيعتمد في المقام الاول على نور السيد واحمد نبيل مانجا ديفندرات، عشان بالزبط. عارف ان اطراف الملعب بتاع النادي الاهلي هي مفاتيح النادي الاهلي. فهو الاثنين هيبقى واقفين قدامهم. طبعا خالد الغندور هو الوحيد اللي بيكمل، ساش برضو عمار حمدي. انا طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي وافق ان عمار يلعب عادي مع طبعا مع الفرقه، غير مثلا الجزئيه اللي هي كانت بتاعه الجونه، فما اعرفش دي طبعا يعني يشكر طبعا اكيد يعني ان مجلس اداره النادي الاهلي انه سمح لعمار يلعب مع فرقه الاتحاد. فهنرجع تاني للتشكيل. هو قافل قوي في نص الملعب يا كابتن فتحي، لان هو عارف كمان ان نقطه الضعف بتاع نادي الاتحاد هم الاثنين المساكين قلب الدفاع. ولو شفنا كمان من الاحصائيات بتاعتهم ان نادي الاتحاد برغم ان هو من ضمن الناس اللي جايب اهداف كويسه 34 هدف، انما عليه 43 هدف، اضعف خط دفاع، وكل الاهداف اللي بتيجي من القلب، من القلب وكرات عرضيه. وكرات احنا لسه عاملينها من شويه. فهو عشان كده بالذات عارف خطوره النادي الاهلي في الكرات العرضيه، وخطوره النادي الاهلي كمان تحسبا طبعا لو لعب ازارو في الانطلاقات من قلب حسين الشحات. بقى يا كابتن حسين الشحات، طبعا انا شايف ان ده وضع طبيعي بعد الضجه الكبيره اتعملت لحسين. حسين ما حدش يختلف عليه، لعيب كبير جاي من دوري كبير وعامل نتائج كويسه وعامل مستوى عالي جدا بعد نهائي كاس عالم انديه. طبعا الناس منتظره طبعا منه ياخد يعني الكره من الجول للجول، حاجه ازيد من اللازم. احنا شفنا لعيبه كتيره جدا جت النادي الاهلي، بدات يمكن مش هنقول بقى ماتش ولا اتنين ولا ثلاثه شريف، ده في ناس قعدت سنه وابتدت تظهر في السنه اللي بعدها الموسم اللي بعده. لو هنقول مثلا فلافيو على سبيل المثال، فلافيو سنه برضو ده كان مهاجم انجولا وجه قعد سنه كامله ما فيش حاجه، بعد كده بقى احسن لعيبه النادي الاهلي. حسين مشكلته بقى ان هو لعيب كويس جدا، هو هو كمان مستعجل. يعمل ايه بقى النهارده يا كابتن؟ لازم يلعب لعبه الطبيعي، مش لازم انا اللي احرز الهدف، لازم ممكن اعمل اسيست كويس لواحد، العب لعبه الطبيعي. الاهداف دي بتيجي. احنا شفنا لو هنشوف محمد صلاح السنه اللي فاتت والسنه دي بقى له كذا نص عدد يعني الاهداف تقريبا، واخد مش في اي وقت اللعيب كمان بتمشي معاه كوره وبيحرز اهداف، انما ممكن يبقى مؤثر اكتر من محرز الهدف. تمام. كابتن فتحي وليد ازارو، وليد ازارو النهارده برضو من اللاعبين اللي الناس بتحبهم جدا وكل حاجه، ولكن ابتدينا بقى لنا 5-6 ماتشات من ساعه ما رجع ابتدينا ان احنا ايه نشوف ان هو بيروح للجون بس بيضيع. كيف يتغلب وليد ازارو على النقطه دي؟ لان النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لنا. النقطه دي بس لو سمحت هضيف حاجه بالنسبه للشحات. اتفضل يا كابتن. الشحات الناس بتقول ده جبتوه بمبلغ كذا. الشحات ده مش عربيه او حصان جبناه وهنجري بيه وهنسبق، يبقى لازم اسبق، لان او عربيه لازم تسبق يبقى لازم تمشي. هو قيمته كده، لان قيمته كده. اما بيجي بقى في حاجه اسمها التواصل والتوافق الاجتماعي مع الفرقه. يعني ايه؟ حاجات بقى دي خارجه عن كره القدم. ازاي الاحساس بالفرقه اللي انا بلعب فيها، احساسي باللعيبه اللي انا بلعب معاهم، احساسي بالمدرب، احساسي بالمشاهد، احساسي بالمتفرج، احساسي ان انا دلوقتي اصبح كل ما بيمشي الضغوط الجماهيريه، العدد الكبير من الجمهور بيبصوا له على انه ده اغلى واحد في مصر. صح. كل دي ضغوط بتاثر على حسين الشحات كجهاز عصر. ده محتاج نمره واحد، ان هو اولا ما يحتفظش بكره كتير، كورته يجي له يحاول يلعبها سهل من لمسه سهله خلاص، ما يحتفظش ما يرقص الا لما تجي له اجبار بقى انه هيرقص يبقى لازم يرقص. لكن ما فيش خلاص، يحاول يلعب كتير ينسى والناس تقلق تهدى شويه عليه، لان اصل الذهب هيفضل ذهب. انت لما بتشتري ذهب النهارده عليه شويه تراب، ما هو ذهب بس هتلم على شويه تراب. ايوه. عمره ما هيبقى مثلا انت اشتريت ذهب، يعني هو احنا ما اشتريناش الترمايه، مش اسماعيل ياسين اشترى العتبه. صح. يعني احنا ما لا، ده احنا اشترينا او اتدفعت فلوس، مش اشتريناه يعني اتدفعت فلوس لنادي لخامات لامكانيه لاعب ذو مهارات. المهارات لا يمكن تتنسي، والمهاره الموهوب لا يمكن تضيع موهبته، لا يمكن. بس بص يا كابتن فتحي، بس هو حسين الشحات ده مش زي جيرالدو، زي لاسارتي،
زي رمضان دول صحيح مستجدين علينا جايين يندمجوا في وسطينا، مطلوب من كل واحد فيهم يؤدي ويديني نتائج مبهرة على أسمائهم كلها. يعني الولد ده مش زيهم، لا في نقطة هو ما بيعتمدش على وحده، اشمعنى ده كل... للناس كلها سيبك من سيبك من الرقم وسيبك من مصاحبة انه نجم هو ما بيعتمدش على وحده، لان الناس يعني كانت... انا اللي عايز اقوله ان في حالة جاية ناحية حسين الشحات فقط، مش جايه ناحيه رمضان مثلا، مش جايه ناحيه جيرالدو. لاسارتي على طول في امتحان، ده اللي كان عليه لاسارتي على طول في امتحان كل ماتش. رمضان قدم نفسه، الدنيا ماشيه كده، رمضان معروف قدم نفسه قبل كده، بس هو كحسين حسين لسه يعني لازم يبقى فيه كيمياء بين اللعيبه وبين بعضها، عايز يخش شويه. هو دخل هو بيأدي، هو دخل يعني بيأدي صحيح. بس هو بقى ايه لما بيغلط في كوره بيقعد يفكر فيها، المفروض ينساها، يجي مثلا يرقص ترقيصه تتقطع، يجي قدام الجول يضيع كوره، بيفكر يا كابتن فتحي في الاهداف، بفكر مع الاهداف اللي عشان الأهداف. هي غلطه النجم بألف غلطه يعني هو محطوط عليه كل شيء. يجي بقى لازارو، ازارو قصته انه ازارو عشان هو بيضيع، ليه بيضيع؟ عشان بيوصل، ما هو ممكن ما يضيعش خالص لو ما وصلش للجول. في حاجات يعني زي الكره اللي كان بيشرحها الكابتن شريف، من الممكن ان يعني هو هنسقف له وهنقف وهنعمل كده، بس هو لو خدها بشماله وحطها بيمينه هنسقف له برضه وهنقف نعمل كده. هو لم يفكر، احنا دايما قلناها وقلناها هنا في الاستوديو، لم يفكر قبل الكره ما تجيله. لو جات له الكره هعمل فيها ايه؟ زي فكر قال ان هي وقعت عطلت له في السكه كمان، يعني ساعدته وتعطلت له، يعني هو ما راحت له. وبعدين في حاجه اسلام ممكن تكون جايه له، في حاجه مهمه جدا، ازارو اول ما جه ما قعد فترة برضو على بال ما احرز اهدافه، وكنا برضو لسه ما عندوش الثقة برضو، كان لسه التوقع يعني. يا كابتن اسلام دي مهارة موهوب، لو نقول علينا رئيس النادي الاهلي بيبو كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب لو نقول ان نص اهدافه او نقول تلت اهدافه توقعات، يعني ايه؟ يتوقع عارف الكرة جاية فين يشوط، لا يتوقع ان الباك ده هيقلش ويقلش، يتوقع ان الباك ده هيرجعها للجول، يعني محضر نفسه. دي موهبة يا كابتن. ايوه ده انا عايز اوصل لكده. فهو لو قدر يحضر نفسه، دي الموهبة بقى العالية. أيوة. انك تتوقع كل جواله التوقعات دي، يقول لك ده لو الباك هيقلش، لو ده يرجعها، هو بيكلم نفسه وتلاقي فعلا تتم اللعبة يرجعها. في حاجة بس عايز اقولها في الجزئية دي. كابتن الخطيب يعني معلش، اصل احنا النهارده عندنا شيء مهم جدا، عندنا مباراه، انتوا عارفين طبعا قناه النادي الاهلي مش حكر على فريق الكوره طبعا، زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباراه مهمه جدا الطيارة. النهارده في كره الطايره في البطوله الافريقيه رجال، نادي الاهلي سيلاقي نادي اهلي طرابلس الليبي، وهي مباراه هامه جدا، وبالتالي هننقلها على الهواء مباشره لجمهور النادي الاهلي، وهيكون ان شاء الله بعد الاستوديو ده احنا هنخلص بدري ربع ساعه ولا حاجه ولا نص ساعه علشان الكابتن خالد العوضي يخش يتكلم عن مباراه النادي الاهلي ونادي اهلي طرابلس، وبالتالي يعني قناه النادي الاهلي دايما بتحرص او بتبقى حريصه على نقل مثل هذه المباريات. اتفضل يا كابتن. في بس حاجه عايز اقولها، يعني كابتن خطيب يعني طبعا استثناء، ده موهبه غير عاديه، لو ما لعبش مثلا اربع خمس ماتشات ونزل بيحرز اهداف، هو مخلوق للحته دي من عند ربنا، ان هو في اي حته بيجيب هدف لو راجع من اصابه، ويعني شفنا احنا، انا مريت بالظروف دي معاه كتير قوي. في لعيبه زي ازارو محتاجه ان يكون رجلها في الملعب كتير. ايوه لازم كتير بالزبط، لازم كتير. يبقى رجله في الملعب عشان يقدر يجيب المستوى الفني، فدي مختلفه عندي شويه. برضه نحيي طبعا الكابتن حلمي طولان، مدرب كويس جدا. يعني انا مش هلاعب مدرب قليل طبعا، ومعاه مدير كوره يعني هقول ايه ابننا، مش ابننا ده يعني كابتن وليد صلاح الدين طبعا، ده طبعاً. حاجه نجح في المكان ده وعقليه كرويه، دوره باين في عقليه كرويه، وعارف يسيطر ازاي، ومعهم رئيس نادي محترم. اذا انت هتلاعب برضو نادي كبير، مش هتلاعب نادي قليل. حاولوا يعملوا برضو فرتينه الفتره اللي فاتت ما بينك الحاج محمد مصلحي والنادي الاهلي والجمهور، ولكن كالعاده رجل محترم الحاج محمد مصلحي. المثلث ده هو مثلث القوه في كابتن فتحي. مين اللي هيكسب ان شاء الله النهارده، او تتوقع او تتمنى؟ اتمنى طبعا النادي الاهلي، وان شاء الله الطبيعي باذن الله على المجريات وعلى الورق. دلوقتي الورق بيقول ان الاهلي ان شاء الله له المكسب. كابتن شريف بكل التركيز ان شاء الله من لعيبه باذن الله الفوز، يعني كابتن حشيش ان شاء الله باذن الله نكسب، واعتقد ان شاء الله كمان غير المكسب هيبقى فيه اداء كويس ان شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. احنا اسفين جدا احنا طالعين بدري شويه، لان زي ما قلت لحضراتكم قناه النادي الاهلي بتحاول على قد ما نقدر، او بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل لحضراتكم كل ما يحدث وكل حد طرفه النادي الاهلي. الحمد لله احنا عندنا حقوق نقل مباراه كره الطايره او بطوله الطايره، البطوله الافريقيه لكره الطائره رجال،
زي ما قلت لحضراتكم المقامة في النادي الأهلي، وبالتالي سيتم نقلها بعد قليل. مباراة هامة جدا ما بين النادي الأهلي ونادي أهلي طرابلس. بعد قليل هيكون مع حضراتكم النجم الكبير كابتن خالد العوضي ومجموعة من محللي قناة النادي الأهلي عشان يحللوا هذه المباراة. وما تنسوش يعني كالعادة روحوا اتفرجوا على المباراة أو اللي هيتفرج على مباراة الطايرة، وبعد مباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري أو بعد انتهاء المباراة النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، أنا وكابتن الكبير كابتن فتحي نصير وكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم وكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، وهنلتقي بقى مع حضراتكم وكالعادة شوية حصريات كده وحاجات بقى ما بتشوفوهاش غير دائما داخل قناة النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي أمام نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام المصري، وكل التوفيق لأبطال النادي الأهلي في كرة الطائرة رجال في البطولة الأفريقية في مباراتهم الهامة جدا أمام نادي أهلي طرابلس أيضا بعد قليل. بعد قليل هسيب حضراتكم دلوقتي لغاية لما يجهزوا الاستوديو ويكون بعد قليل معاكم الكابتن خالد العوضي علشان مباراة البطولة الأفريقية النادي الأهلي ضد نادي أهلي طرابلس. وما تنسوش مرة أخرى هنلتقي ما بعد المباراة مباشرة. أشكركم إن شاء الله بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.